النهارده ان شاء الله اول محاضره في نظر النيورولوجي هتبقى عباره عن انترودكشن. انترودكشن يعني يمكن ما فيش فيها سؤال نظري مباشر كده، ولكن هناخد منها الحاجات اللي هتبقى ريليتد للنظري، المهم بس تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. النيورولوجيكال سيستم بيتقسم الى سنترال بارت وبريفرال بارت. سنترال بارت زي ما قلنا في الانترودكشن بتاعت الكلينيكال في صفتين، لازم يكون covered by meninges وprotected by bone. covered by meninges وprotected by bone، وده بيشمل البرين والبرين ستيم تحته والسيربيلوم وراه وطبعا السباينال كورد. وانت لو مشيت على الاستراكشرز اللي انا قلتها دي كلها مغطيه بمننجيس وكلها بيكون حواليها بروتكتد بعظم يعني السكال عشان يحمي البرين والبرين ستيم والسيربيلوم، وفي نفس الوقت بيكون السباينال كورد نازل في السباينال كانال وبيكون حاصل له بروتكشن عن طريق العظم. المهم الانتراكرانيال بارت، الجزء اللي موجود انتراكرانيالي جوه عظمه السكال، ها بيشمل التو سيربرال هيمسفير البرين، وبيشمل البرين ستيم، وبيشمل السيربيلوم، وبيشمل حاجه اسمها بيزل جانجليا. بحيث ان ادي البرين مثلا اهو، وهنتكلم طبعا عليه باستفاضه النهارده، ده موضوعنا يعني. وهنا بيكون في عندنا البرين ستيم بيتكون من ثلاث حاجات، من برين وبونز ومظله اوبلونجاتها. ورا هنا كده بيكون في عندنا السيربيلوم. في الجزء ده كده في الحته دي بيكون في حاجه اسمها بيزل جانجليا. يبقى الجزء الانتراكرانيال عندي برين تو سيريبرال هيمسفيرز، عندي برين ستيم الميد برين والبونز والمظله اوبلونجاتها، عندي سيريبيلوم، وعندي حاجه رابعه اسمها دي كده نيوكليي عباره عن جري ماتر اسمها بيزل جانجليا. عندي تو سيريبرال هيمسفيرز، وكل سيريبرال هيمسفير من دول من بره في كورتكس ومن تحت في حاجه اسمها كده الكورتكس، ده عباره عن النيرف سيلز، ومن جوه في الاكسونز بتاعته هنتكلم عليها. بس الكورتكس ده يا ولاد مليان مناطق، مليان ارياز، كل اريا بتكون مسؤوله عن وظيفه معينه. الفكره ان انا عندي تو سيريبرال هيمسفيرز في كونكشن بينهم، لو ده واحد وده الثاني في اتصال بينهم كده عن طريق حاجه اسمها كوربس كالوزا. على فكره ده حاجه مهمه جدا ليه يا ولاد؟ اصل دلوقتي ايه، حتى قلت لكم فكره كده في الكلينيكال، قلت لكم ان انا عندي تو سيريبرال هيمسفيرز في واحد منهم دوميننت. ردوا عليا، انا رايت هاندد يبقى الدوميننت عندي يعني اللي بيسيطر اكتر او بيتحكم اكتر او في مراكز مش موجوده في الناحيه الثانيه هو الليفت. مش معقوله مش معقوله ابدا يا ولاد يبقى انا مخي ده الناحيه الشمال عايزاني مثلا اقوم امشي واليمين عايزاني اقعد. طب انا اسمع كلام مين؟ فهمتوا حاجه؟ فلازم واحده يبقى ليها الايه؟ الابر هاند. طيب ما هي اللي ليها الابر هاند دي الشمال، الناحيه الشمال، ازاي هتوصل للناحيه اليمين؟ عن طريق اتصال داخلي بينهم في حاجه اسمها كوربس كالوزم. يبقى الوصله ما بين التو سيربرال هيمسفير عن طريق كلمه اسمها تو سيربرال هيمسفير، عن طريق كلمه اسمها كوربس كالوزم. ماشي كده الحال؟ الاتصالات الثانيه، طيب انا دلوقتي هوصل ازاي السيربرم ده البرين ده بالبرين ستيم؟ في هنا كده زي مسامير، المسامير دي بنسميها بدنكلز. بدنكلز مسامير يعني حاجه تربط. هتوصل تو سيربرال بدنكلز بتوصل التو سيربرال هيمسفيرز للبرين ستيم، وعندي ثلاثه سيربيلر بدنكلز بتوصل السيربيلر دي. اصل الدنيا مهزوكه ازاي يعني كل حاجه محطوطه ازاي؟ انا عندي البرين اهو، البرين ده بيتصل بمين؟ بالبرين ستيم، بيتصل بيه عن طريق حاجه اسمها سيربرال، سيربرال نسبه الى برين، سيربرال بدنكلز. طب السيربيلوم اللي ورا بيتصل ازاي بالحته بتاعت البرين ستيم اللي قدامه؟ عن طريق مسامير صغيره اسمها ايه؟ سيربيلر بدنكلز، اللي هم ثلاثه سوبيريور وميدل وانفيريور. المهم دوت الجزء اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه انتراكرانيال بارت. الحته دي كده الجزء ده اسمه كورتكس. كورتكس لو دي ده النيورونز بتاعتنا بتبقى عباره عن كده، عباره عن نيرف سيل، وبعدين في اكسونز مش كده؟ اللي بره دي اللي هي النيرف سيلز اللي هي الجري ماتر، في الدبس بتاعها الاكسونز اللي هي الوايت ماتر. عشان كده بص يا ولاد البرين من بره جري ومن جوه وده عكس السباينال كورد، ده عكس السباينال كورد تماما. هو من بره جري ليه؟ لان عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ نيرف سيلز، ومن جوه في عندنا في الدبس بتاعنا في حاجه اللي هي الاكسونز اللي هي عباره عن الوايت ماتر.
الجري ماتر دي مرصوصة كده هنا حلو. وبعدين البرين بيقعد يتقسم بخطوط كده، أنا بتقسم الخطوط دي، الخط الواحد اسمه سالكس، اسمه سالكس جمعها صلصاي، صلصاي يبقى أنا عندي مجموعة صلصاي. طيب ده سالكس وده سالكس وده سالكس، ومليان بقى حاجات تانية صغيرة كتير كده، صلصاي صغيرة بين كل واحدة والتانية هتلاقي فيه ارتفاع شوية، يبقى اسمه جيرس جمعها جيراي. سبحان الله، كل واحد مننا، كل واحد مننا ليه الصلصاي بتاعته والجيراي بتاعته عاملة زي ماب كده، زي خريطة مفيش اتنين في البشر بيتفقوا فيها. تعرفين عشان يعملوا، عشان الشغل تعاملات البنك والكلام ده تعمل اول بصمة، بعد البصمة دي بقت تتقلب، تعرف بياخد البصمة يحطها على الكمبيوتر، وبعدين يعمل حتة بلاستيكة كده تصميم معين نفس الشكل، وبعدين يحطها نفس على الصباع ويدخل كأنه انت يعني ممكن يسرقك. وبعدين بدأوا يعملوا الايرس، واخد بالك، بدأوا يركبوا حاجة تشوشر عليها، فبدأوا يعملوا دلوقتي حاجة اسمها، حاجة اسمها فانكشنينج ام ار اي، ام ار اي، ام ار اي ماب، رنين مغناطيسي بيوريك الصلصال والغيره مرسومه ازاي. وانت داخل البنك، وانت داخل بتعمل لك الصوره دي، بتعمل كده، وانت داخل يروح ايه، يروح واخد الصوره دي، فيبقى دوت انت خلاص، ده هو انت يعني. احنا عارفين عملوها ساعات على فكره بنبره الصوت، يعني افكار كتيره. الفكره ان هنا مفيش اتنين بيتطابقوا في نفس الايه، في نفس هذه الماب، الام ار اي ماب دي دايجنوستيك لكل واحد، فاحنا بنفرق من حد لحد. اوكي، لكن في صلصاي ثابتة يعني خلاص دي موجودة في كل البشر زي بعض. هنا بص بالاسود بقى، ده كده اسمه سنترال سالكس، سنترال سالكس، وده لاترال سالكس، وده برايتو اوكسيبيتال سالكس. ما تستغربش، ما هو ده اسمه اوكسيبيتال لوب وده اسمه برايتال لوب، فسموه برايتو ها اوكسيبيتال. اللي قدام السنترال سالكس ده اسمه فرانتال لوب، واللي تحت اللاترال ده اسمه تيمبورال لوب. يبقى انا عندي ثلاثه صلصاي كبار، ها واحده منهم اسمها، اخلصوا من الحته دي، ده اسمه ايه؟ سنترال، وده لاترال، وده برايتو اوكسيبيتال. الثلاثه صلصاي دول بيقسمونا الى اربع لوبس، ها فور لوبس، الفرنتال لوب والبرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب والتيمبورال لوب. حلو لغايه دلوقتي؟ مفهومه؟ كل لوب من دول يحتوي على صلصاي صغيره مقسمات ارياز لمناطق، وده اللي هناخده كمان شويتين. هنمسك كل اريا دي بتعمل كذا لو حصل فيها ريشن، هيحصل كذا، دي بتعمل كذا لو حصل فيها مشكله، هيحصل كذا وكذا وكذا لغايه دلوقتي. اوكي، طيب هنتكلم شويه صغيرين على الحته بتاعه البرين ستيم. البرين ستيم هو نازل كده بيتكون من ثلاث حاجات، ميد برين وبونز ومدلة أوبلونجاتا. الميد برين في النيوكلس بتاعت رقم 3 و4 كرينيال نيرفس نيوكلاي موجوده فيها. البونز دي 5 و6 و7 المدلة الأوبلونجاتا فيها 9 و10 و11 و12 يبقى طالع من الميد برين 3 و4 من البونز 5 و6 و7 المدلة الأوبلونجاتا 9 و10 و11 و12. طب احنا عارفين ان الكرينيال نيرفس عددهم كام؟ عددهم كام؟ وعلى قد معلوماتكم 12، بس هو بصراحه 13، بس هما يقولوا 12. دول اللي قدامنا كام؟ 10 دول كام؟ 10 بالظبط، دول 9. ها فين 1 و2 و8؟ دول بيور سنسوري، بيور سنسوري، شايلين حاجه اسمها سبيشال سنسيشن. بالراحه كده عليا، ركز، اللي موجود في البرين ستيم النيوكلياي اللي هي الموتور بتاعة الكرينيال نيرفس التي لها موتور اكشن. حلو كده؟ 1 و2 و8 دول شايلين سبيشال سنسيشن. 1 ده الفاكتوري بتاع ايه؟ ده بيطلع من الميكوزه بتاعته يوصل لغايه سبيشال ريف سيربرال كورتكس. 2 بتاع الرؤيه يوصل لغايه الاوكسيبتال، يعني بيطلع من الريسبتورز من الريتنا لغايه لما يوصل للكورتكس. فيستيبلو كوجلر ده جاي من الويند من الانر اير لغايه لما يوصل السبيشال اريا في السيريبرال كورتكس. يعني عايز اقول لكم حاجه، 1 و2 و8 مش شايلين اصلا، ها ما همش اصلا، هم سبيشال سنسوري فليس لهم موتور فانكشن، فبالتالي ليس لهم موتور نيوكلياي. يبقى وظيفه البرين ستيم يحتوي على مين؟ الموتور نيوكلياي في كرينيال نيرفس، يعني كام؟ 9 من 12. لكن 1 و2 و8 ليس لهم، ليس لهم اي موتور فانكشن، ولكن دول بيكونوا بيور سنسوري كرينيال نيرفس.
يبقى احنا الانتروكرينيال بارت عباره عن برين وعباره عن برين ستيم. سيربيلوم، السيربيلوم موجود هنا ورا البونز كده، موجود ورا، موجود في الحته الورا دي البوستيروكرينيال فوسا، وده مسؤول عن حاجه اسمها كوردينيشن وحاجه اسمها ايكوليبريم، وهيتاخد لوحده. في كمان شويه حاجات نيوكلياي كده جراي ماتر موجوده هنا منتشره في مساحات كبيره اسمها بيزل جانجليا. البيزل جانجليا دي بتدي اوريجينال اكسبرامدال اللي هو مسؤول مينلي يعني عن الاسوشيتد مومنت بتاعتك. انت عارف يا دكتور وانت بتتكلم تضحك وتكشر وترفع ايدك وتنزل ايدك وتعمل حركات والكلام ده، الحاجات دي كلها مش البرامدل اللي بيعملها، مش بتاعت البرامدل. البرامدل بيدي الاوردر اعمل الحركه يلا اعمل كذا، لكن عشان خلي الحركه ليها شكل وانت ماشي ماشي مبسوط وانت ماشي ماشي كئيب ماشي زعلان، وانت صوتك بيعلى وصوتك بيوطى، اللي بيعمل الحاجات دي كلها هو بيكون شغل اكسترا برامدل اللي هو الاوريجن بتاعه من البيزل جانجليا. في مشكله في الكلمتين دول؟ يبقى لو اقول لك انترا كرينيال بارت، الانترا كرينيال بارت بيشمل برين، ها، وبرين ستيم وسيربيلوم وبيزل جانجليا، والكلام ده كله موجود في الصفحه الاولى في كتاب الدكتور حسن علوان، مش عايز منها الا قراءه، يعني محدش هيحفظ حاجه، مطلوب منك ايه بس؟ قراءه، تقراها بس كده تتابعهم مره ولا مرتين وخلاص، لكن ما تحفظش فيها اي حاجه اصلا، ما فيش سؤال بيجي حتى، يعني ده كلام كله ايه؟ كلام كله حاجات اساسيات احنا كده كده عارفينها ان شاء الله. الجزء الثاني، ما هو السباينال كورد؟ نكمل بقى عشان نكمل الايه؟ نكمل السنترال نيرفس سيستم. السباينال كورد ده حواليه من انجيس وبروتكتد بجوف، هو تبع الايه؟ تبع بس ده طبعا السباينال بارت، ده نازل في السباينال كانال. السباينال كورد ده يا ولاد هو عباره عن ايه اصلا؟ هو الكونتينيويشن اوف ميدالا اوبلونجاتا، هو تكمله الميدالا اوبلونجاتا ات ليفل اوف فورامن ماجنم، وبينزل في السباينال كانال اللي معموله بالفخرات، كل الفخرات كده كانت مخرومه مفتوحه عشان تترص فوق بعضها وينزل السباينال كورد هنا. قلت لحضراتكم اول ما اتولدنا كانت الكنال قد كده وكان السباينال كورد مليها كلها. بدا يحصل نمو، العظم كبر قوي، لكن النيورولوجيكال سيستم الماتيوريشن بتاعه بيبقى حاجه بسيطه، يعني الريت اوف جروث بتاع العظم اعلى بكتير من الريت اوف جروث بتاع. اصبح السباينال كورد في معظم الناس الادر بيخلص عند الليفل اوف ال1، ها، يعني اصبح عندي السباينال كورد والكونتينيويشن هنا ات ليفل اوف فورام الماجنم واند ات ليفل اوف لمبر فيرتبرا نمبر. طيب ركز في المعلومه دي، السباينال كورد ده عباره عن سيجمنتس كده، هي سيجمنتس مخصوصه كده فوق بعضها ماشي، وادي الفقرات برضو عباره عن فيرتبري مخصوصه مش كده. اول 8 هنا ها سيرفايكل، بعدين 12 ثوراسك، وبعدين 5 لمبر، و5 سيكرال هيب، وهنا نفس القصه بس 7 12 5 5. مش مهم، ما اقصدش العدد، يعني السؤال هل في علاقه بين السيجمنت والفقره التي تحمل نفس الاسم؟ في علاقه، ان كل سيجمنت طالع منها موتور وراجع لها سنسوري، بيخرج من تحت الفقره او بيرجع من تحت الفقره التي تحمل نفس الاسم. كويس، لما كنا لسه مولودين كانت الدنيا حلوه وكانت سهله، ازاي؟ شوف هما طول بعض طول بعض، فكل سيجمنت طالع منها الموتور راجع السنسوري من تحت الفقره اللي قدامها وخلاص. يعني بص كل واحده قدامها ليه السيجمنت، يعني السيجمنت قدامها الفقره بتاعتها، فاهمني؟ مشكلتي لما كبرنا بقى يخلص عند ليفل اوف كام؟ اوف ال1. بس في حاجه، دي مثلا ثوراسك 10 عايزه تخرج تنزل كده شويه وبعدين تخرج من هنا عند ثوراسك 10، والسنسوري بتاعتها تدخل كده وتطلع شويه لغايه لما توصل لثوراسك 10، فهمتوني ولا لا؟ لان في فرق في الايه؟ في الاطوار، يعني السباينال كورد قصير مقارنه بالفقرات. طيب عشان اخرج ال1 تنزل كده عشان تخرج، ال2 تفضل نازله، 3 كذلك، 4 5 سكرال 1 2 3 4 5 والسنسور اللي طالعين جنبهم. اصبح الحته دي في السباينال كانال تحت ال1 فاضيه ولا فيها حاجه؟ فيها لامبو سكرال روتس على الناحيتين، ما هو الناحيه الثانيه نفس الحاجه. هذه اللامبو سكرال روتس اسمها كودا ايكواينا. ما هي الكودا ايكواينا؟ هي اللامبو سكرال روتس. حصلت ليه؟ عشان في فرق في الاطوال، السباينال كورد بيخلص عند ال1 بيخلص عند ال1، بينما الفقرات طويله جدا، علشان كده بتفضل نازله نازله لغايه لما تخرج من اماكن متفرقه. لكن عموما العشره دول كده على بعض اسمهم كودا ايكواينا، في منهم يمين وشمال موتور وسنسوري. في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب
السباينال كورد ده لو جيت بصيت له كده الحته اللي تحت فيه كده الحته دي عامله زي الكون شكلها مخروطين الشكل اللي هم اخر ثلاثه سيجمنت اس 3 و4 و5 فاسمها كونس مدلارس كونس مدلارس ايه الكونس مدلارس دي ذا لاست ها 3 سيجمنت اخر ثلاثه سيجمنت اسمهم كونس مدلارس سيجمنت لاحظ حاجه لما كنت بتكلم كده اكوان انا بتكلم على روتس كده اكوان انا بقول ايه روتس لكن لما اقول لك كونس مدلارس ده سيجمنت الاربعه بقى اللي فوقيهم الاربعه اللي فوقيهم دول ها اللي هم ها الاربعه وخمسه واس واحد واثنين فوق الكونس يبقى اسمها ايبي كونس ها مدلارس عايز تبصوا ثانيه واحده يعني ايه كده اكوان عنده سيجمنت روتس ها يعني ايه كونس مدلارس ذا لاست 3 سيجمنت اوف سباينال كورد اس 3 و4 و5 يعني ايه كلمه اي بي كونس مدلارس الاربعه اللي فوقيهم اللي هم الاربعه وخمسه واس 1 و2 وفي الوقت الدنيا هتمشي بقى وهنيجي نقول لك درس اسمه كونس درس اسمه اي بي كونس درس اسمه كودا اكواينا كل حاجه من دي بعد كده هتبقى ايه هتبقى درس ان شاء الله. الحاجات اللي انا قلتها في الكلينيكال بس لازم نفتكرها دلوقتي يا اولاد لو احنا عملنا ترانزفيرس سيكشن في السباينال كورد عملنا مقطع كده في السباينال كورد السباينال كورد عكس البريم في حاجه ان الوايت ماتر موجوده لبره والجري ماتر موجوده لجوه حرف الاتش الاتش شيبت مانر ده اسمه جري ماتر ودي السنترال كانال اللي بره ده اسمه ايه؟ ها وايت ماتر عايزين بس المسميات ها اللي جوه جري ماتر اللي بره وايت ماتر اللي جوه بيتكون من 3 هورنز ليه 3 بطوقات 3 قرون كده ده اسمه انتيرو هورن ده اسمه بوستيرو او دورسال هورن ده اسمه لاترال هذا الانتيرو هورن يحتوي على خليه مشهوره قوي اسمها انتيرو هورن سيل اللي هي بدايه اللور موتور دي بتدي موتور اكشن الدورسال هورن دي هنتكلم عليها النهارده تفصيلا دي بتستقبل كل الاحاسيس اي احساس لازم يدخل كده لازم يجي كده ويعدي يدخل كده ماشي يا ولاد يبقى سبحان الله ربنا عمل لنا الانتيرو عشان يطلع منها الموتور والبوستيرو عشان تستقبل اللاترال دي مش موجوده في كل المقاطع مش يعني لو عملت انا سكاشن كتيره في السباينال كورد مش بلاقيها في كل حته بلاقيها في الاماكن اللي فيها اوتونوميك فانكشن هي بتاعت الاوتونوميك يعني لور سيرفايكال ابر ثوراسيك هي موجوده ها موجوده عند الحته بتاعت السيكرال يعني في الحته اللي انا محتاج فيها ها اوتونوميك فانكشن وجاي الكلام بس انت تبقى فاهم دلوقتي حاجه ان في حاجه اسمها انتيرور هورن في حاجه اسمها بوستيرور هورن او دورسال هورن وحاجه اسمها لاترال انتيرور موتور وبوستير بتستقبل الاحساس ولاترال دي عشان الاوتونوميك فانكشن كويس المسميات اللي بره دي اسمها طيب هنا بوستيرور كولم هنا فنترال او انتيرور كولم هنا لاترال كولم والناحيه الثانيه زيهم كويس في حاجات الوايت ماتر دي فيها حاجات نازله وفيها حاجة يعني هي كونتين ديسندنج اند اسندنج تراكتس ديسندنج تراكتس واسندنج تراكتس بصوا يا دكاتره هنعمل هنا كده الديسندنج وهنعمل هنا كده الاسندنج بس طبعا انتوا ايه فاهمين ان كل اللي نازل نازل ايه هنا وهنا وكل اللي طالع طيب اشهر حاجه واهم برانش نازل على الاطلاق هو البيراميدال والبيراميدال نازل فين في اللاترال كولم طبعا في الناحيتين عشان كده يا اولاد كلمه لاترال في النيورولوجي تعني بيراميدال يعني لما اقول لكم ايه انا بقول لكم دايابيتك لاترال سكيبل ريسبيرتوري طيب يعني عمل عنده سكر السكر مش متظبط عمل له ديجنريشن جه على مستوى مين؟ البيراميدال لما اقول لك بلاجرال لاترال سكيروزس البلاجرال ضربت مين؟ البيراميدال لما اقول لك شفت امبارح حاله برايمري لاترال سكيروزس يعني البيراميدال مضروب على الناحيتين بس مش لاقي له سبب فهمتوا حاجه؟ يبقى كلمه لاترال تساوي لما نقول لاترال يعني بيراميدال خلصت؟ نازل جنبيه شويه حاجات اسمهم اكسترا بيراميدال شويه حاجات اسمهم شويه تراكس كده جنبيه اسمها اكسترا بيراميدال مترتبين بترتيب ترفور ترفور تكتو سباينال ريتيكلو سباينال ها بعد كده فيستيبلو سباينال اوليجو سباينال روبرو سباينال الله يحرقهم كلهم اكسترا بيراميدال وخلاص في حاجات نازله اسمها ايه؟ ما تحفظهاش يبقى انا نازل عندي مين؟ بيراميدال ونازل وباكد اللي نازل نازل هنا ونازل هنا ماشي كده طب اللي طالع اللي طالع برضه هنا وهنا ورا كده في الحته دي بوستيريور كولم
وده عبارة عن جراسيل لجوه وكونيات لبره، جراسيل جاي من اللور ليمب وكونيات من الابر ليمب، ودول شايلين ديب سنسيشن وفاين تاتش، ديب سنسيشن وفاين تاتش. كويس؟ هنا كده ده اسمه لاترال سباينو ثلاميك، لاترال موجود في اللاترال، لاترال وجاي من السباينال كورد وطالع لغايه الصامت. على فكره هناخده بالتفصيل كمان شويه. لاترال سباينو ثلاميك ده شايل بين وتمبريتشر، وفي هنا حاجه اسمها ها قدام يبقى اسمه انتيريور او اسمه فنترال سباينو ثلاميك، دوت شايل حاجه اسمها سيمبل تاتش. ركز معايا شويه الحاجات اللي طالعه يمين وشمال. ورا اسمه بوستيريور كولم، هذا البوستيريور كولم ها جراسيل وكونيات تراكتس، دي تراكتس كبيره شايله ديب سنسيشن. ديب سنسيشن زي ايه؟ بوزيشن موفمنت، حركه الجوينتس، المسل، الفايبريشن، النيرف، دي اسمها ديب سنسيشن. فاين تاتش معناها دايما بقطنه او في بعض انواع الهامرز كده يبقى فيها فرشه، يعني بنعمل فيها حاجه اسمها فاين تاتش. يبقى ديب سنسيشن ها الديب سنسيشن والفاين تاتش طالعين في مين؟ قلت لكم في الكلينيكال حاجه، لما اجي اسالك سؤال اوسكي كده في سؤال في الامتحان يقول لك اكزامن بوستيريور كولم، يعني يعني افتح ظهره واجيب البوستيريور كولم، يعني ايه اكزامن بوستيريور كولم؟ يعني افحص لي الديب سنسيشن والفاين تاتش. الكلام ماشي؟ بص يا دكتور، طالع هنا لاترال سباينو ثلاميك، هذا اللاترال سباينو ثلاميك دوت شايل البين والتمبريتشر، شايل البين والتمبريتشر، الفنترال شايل السمبل تاتش. يبقى التاتش نوعين، فاين تاتش وسمبل تاتش. الفاين تاتش مع البوستيريور كولم، السمبل تاتش على فكره اسمه تاني كروت تاتش، ها دوت طالع مع الفنترال سباينو ثلاميك، دوت اللي يهمني كترانسفيرس سيكشن في الايه؟ ها في السباينال كورد. وهذا الكلام كلينيكال قلناه، واهم كلمتين هتخرج بيهم ان كلمه بيراميدال لاترال وان كلمه بوستيريور كولم يعني ديب سنسيشن وفاين تاتش، ودي في الصفحه الثانيه ها برضه تبقى فاهمها كده قراءه لكن ما فيهاش سؤال. هنيجي لحاجه بقى المهمه، الموضوع الاساسي، الجزء الاول من المحاضره بتاعتنا، يعني هنتكلم على السيريبرال كورتكس. بص يا دكاتره، السيريبرال كورتكس هنتفقنا من شويه كده فاتوا شويه صغيرين، قلنا ان احنا عندنا ايه؟ ادي عندنا حاجه اسمها فرونتال لوب، وعندنا حاجه اسمها تمبرال لوب، وادي برايت اللوب، وادي ها اوكسيبت اللوب. ها راجع كده المسميات، ده اسمه ايه ده؟ ها؟ ما تسمه ده؟ وده؟ او اسمه ده ساعات يقولوا عليه سالكس اوبسيديان، ده امثل حاجه سيرديان، او ها اسمه لاترال وخلاص مش فارق. ده فرونت اللوب، حلو؟ هنتكلم دلوقتي على الفرونت اللوب. هذا الفرونت اللوب مليان ارياز، ها في مناطق، كل منطقه ليها فانكشن معين. لما بيحصل فيها ليجن، ها الليجن ده اما يبقى ريتيشن او ديستراكشن، الفانكشن يزيد او الفانكشن يختفي، هنتكلم عليه. بس هو الفكره عايز تفهموا حاجه يا اولاد، هم ازاي عرفوا الكلام ده؟ يعني هم ازاي عرفوا ان كل حته كده في المخ بتعمل حاجه معينه؟ الموضوع قديم قوي، مجموعه دكاتره الاعصاب اتفقوا على حاجه، ان هم بيشوفوا حالات عندها شلل وحاجات عندها مشاكل في الكلام وحركات غريبه والكلام ده، فقال لك احنا هنفضل متابعين الناس دول لغايه لما يموتوا، واللي يموت اللي يموت نعمل له اوتوبسي تشريح وندخل نشوف المشكله عنده فين. يعني مثلا ايه؟ يلاقي واحد كان عنده شلل نصفي هيمبليجي وبعدين مات فيشرحه، يلاقي عنده حته سودة مثلا في الاريا 4 يقول لك اه يبقى الاريا 4 دي بتاعت الايه؟ اه بتاعت الموتور. لا ده كان ما بيحسش، يبقى المشكله في اريا 1 2 3 مثلا يعني. لا لا ده كان عنده عمال يعمل حركات غريبه كده وبتاع، اي لو عنده مشكله في البيزل جانج، فاهم ولا لا؟ وبعدين الموضوع بقى يعني متعب جدا. انت دلوقتي عندك اصلا، يعني انت عندك مثلا لو احنا عندنا 10 دكاتره وكل واحد بيمر له خمس حالات كل سنه، فبرضه الاحصائيه مش عارفه تجيب لك حاجات كبيره، مش عارفه تجيب لك، يعني مش عارفه تديك قطاع واسع. لكن دي كانت الفكره الاولانيه لغايه لما طلع اولاد حاجه اسمها ايه؟ فانكشننج ام ار اي، يعني بيركبوا جهاز الرنين كده، والاول جربوه في تعرف في القرود والشمبانزي والحاجات دي، بداوا يركبوه ويجوا ايه يشمموا القرد ده حاجه، فيلاقوا الحته بتاعت الشم بدات ايه؟ ها تديك اشاره، فاهمني ولا لا؟ يسمعوا يقول لك اه ده الحته دي اللي فيها شبكه هنا بيسمع بالحته دي، ها يخلي القرد يتحرك مثلا، فتحرك لو الحته الناحيه الشمال في المكان الفلاني يبقى دي بتاعت الموتور، يشكه فيرفع ايده يلاقي حته، فاهمني ولا لا؟ لغايه لما بداوا ايه؟
يقول لك المكان ده بتاع كذا، المكان ده بتاع كذا، المكان ده بتاع كذا. بس لما جم في الاوروبا عشان يعملوا الفكره دي، لما جم يعملوها ما كانش فيه بيهيفير عند القرود. يعني القرد مثلا سوري يعني مش هيستاذن عشان راح يدخل حمام مثلا، هو مكان كده بيدي وخلاص، ها ما عندوش المشاعر والاحاسيس اللي عندنا. ها فكان برضو الموضوع ايه، الموضوع صعب شويه، ما جابش، هو جاب تفاصيل لكن ما جابش كل حاجه. فبداوا يطبقوها كمان فين، بداوا يطبقوها ها في البني ادمين عشان يطلعوا الحاجات الثانيه بقى يطلع. وعلى فكره طبعا يعني ربنا خلق الانسان في احسن صوره، لكن في تشابه كبير، يعني في تشابه كبير ها مع الحيوانات الاخرى، مع القرد بالذات. يعني واخد بالك، ها في تشابه في ارياس كتيره ما بين التشريح ده والتشريح ده. المهم كل اريا ليها وظيفه معينه، هنمسك اريا اريا. ومن اهم اصلا المناطق هو الفرونتال لوب. هذا الفرونتال لوب في اريا هنا دي مشهوره جدا جدا جدا، ودي اريا اسمها اريا فور. اريا فور اسمها الثاني موتور اريا. مكانها فين؟ بص يا دكتور، مكانها كده على الرسمه، مش ده اسمه سنترال سالكس؟ يبقى دي قدام صح، يبقى اسمها بري سنترال جايروس. ما تنحوش، ده اسمه ايه؟ سنترال. يبقى دي قدام ويبقى اسمها ايه؟ طب اكيد يبقى اسمها ايه؟ ان شاء الله عليكم. بص مش كده ولا، يبقى دي اسمها بري سنترال ودي اسمها ايه؟ طيب الحته دي، الحته دي يعني اريا فور دي موجوده فين؟ في الفلور، يعني واخده الارضيه، الفلور of central sulcus and the posterior part of pre-central gyrus. والله سهل. طب بصوا عشان تفهمني، في هنا اريا اسمها اريا 6، انا مش عايزها دلوقتي. مكانها فين؟ anterior part of pre-central gyrus. يعني الحته دي كلها اسمها ايه؟ pre-central gyrus. مش ده، مش ده central sulcus؟ يبقى قدامه ايه؟ pre-central gyrus. الحته دي اسمها اريا 4، الحته اللي قدام. وعموما هقول لك حاجه والله، وريح نفسك يا دكتور، انا ما يهمنيش. بصوا انا بقول لك ايه، اريا فور موجوده في الفلور اوف سنترال سالكس والبوستيريور بارت اوف بري سنترال. انا مش عايز كده، انا عايز تبقى عارف مكانها على الرسم. فهمتني ولا لا؟ عموما نمسك اريا فور. اريا فور دي موتور اريا، تحتوي على خلايا كبيره اسمها بيتز سيلز او اسمها الشيك بيراميد سيلز. بيراميد سيلز ايه ده؟ ايه ده؟ ده الاورجن بتاع البيراميدال. يعني الاورجن بتاع البيراميدال موجود فين يا ولاد؟ ها موجود. ما احنا خدنا البيراميدال بقى، مش احنا خدنا البيراميدال، خدنا كده فكره عنه في العملي. ما هو البيراميدال ده اللي بيحرك كل حاجه، ده التراكت الموتور الكبير بتاعنا. فالخلايا الاورجن بتاعه موجود في اريا 4. يبقى اريا 4 مكانها اهو على الرسم، مش عايز التفاصيل الممله. ها وظيفتها بتدي اورجن لمين؟ للبيراميدال. ها البيراميدال ايه؟ اللي بيتحكم في نص الجسم المعاكس. بمعنى نص جسمك المعاكس مرسوم هنا ابسايد داون، يعني الرجل هي اللي فوق، الرجل اللي فوق، وبعدين الترنك، وبعدين الابر ليب، وادي الوش. فاهم ولا لا؟ هتلاقيها مرسومه كده. بص يا اولاد، انا عندي اثنين اريا، عندي اثنين اريا فور، اريا فور يمين واريا فور شمال. اريا فور اليمين نص جسم الشمال مرسوم فيها ابسايد داون، واكيد اريا فور الشمال نص جسم اليمين مرسوم فيها ابسايد داون. فاهمني ولا ايه؟ يبقى اريا فور وظيفتها ايه؟ هي الموتور اريا، هي بتدي اوريجن للبيراميدال، نص الجسم مرسوم فيها ابسايد داون. مش كده بس، الحاجات اللي فيها فاين موفمنت، الحاجات الحساسه ده مساحتها كبيره، والحاجات اللي فيها كروس موفمنت حركه كده اي كلام مساحتها صغيره. كلام منطقي. يعني الهاند دي مساحتها قد ايه؟ كبير، مش بتعمل حاجات دقيقه، فانت محتاجها تفكير، فتلاقي المساحه بتاعتها. لكن الظهر مثلا عضله الصاي تلاقي مساحتها، لان الحركه بتاعتها هي بتتحرك كلها كتله كده وخلاص، مش بتعمل فاين موفمنت. فهمتوني ولا لا؟ اريا فور دي يا ولاد ها تمثل نص الجسم المعاكس، هي موتور اريا. النص الجسم مرسوم فيها ابسايد داون، الحاجات المهمه المساحه بتاعتها كبيره، الحاجات اللي مش مهمه المساحه بتاعتها صغيره. لو حصل فيها ليجن على نوعين، يا اريتيشن استراكشن. اريتيشن في النيورولوجي يعني ستيميليشن، اريتيشن يعني زود الاكشن. الريتيشن يعني الحته دي شغاله بزياده، يعني مثلا عندي عندي هيموريدج هنا، عندي تيومر عمال يعمل لها الريتيشن. الريتيشن هنا هيعمل ايه يا اولاد؟ هيعمل حركه، مش دي بتاعت الحركه؟ هيعمل حركه، بس الحركه لما اعمل الريتيشن لاريا فور اليمين عندي هيحصل حركه في الناحيه؟ يبقى الناحيه المعاكسه، يبقى اسمها كونترا لاترال. يبقى في النيورولوجي او في اي حته لما نقول الناحيه المعاكسه يبقى اسمها ايه؟ كونترا لاترال. بص كده عليها عشان تفهم، كله بص لي. دي اريا فور الشمال حصل فيها الريتيشن، بص عليا هيحصل لي ايه؟ هتلاقي صباعي، بص يا دكتور
بعد شويه. فهمت حاجه؟ ايه اللي حصل ايه؟ الريتيشن، فانا عمال اعمل حركه، هل انا محتاج الحركه؟ لا، ده عشان في الريتيشن فين؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ عشان فيها الريتيشن. بس لاحظوا حاجه، الحركه بدات ازاي؟ فوق حته. فاهمين حاجه؟ وبعدين خدت الجسم كله، ساعات تبدا من هنا. يعني تبدا من حته وتاخد كل حاجه على حسب الليجن جاي منين. مثلا لو الليجن جاي كده من عند الوش الاول، تلاقي وشه بدا يتحرك وبعدين جسمه، جاي من رجله تلاقي رجله اتحركت وبعدين جسمه. يعني فوكال اونست ومارش كورس، عارف اسمها ايه؟ وصفها واحد اسمه جاكسون، فسماها جاكسونيان فيتس، كونترالاترال موتور جاكسونيان فيتس ويز فوكال اونست اند مارش كورس. لو حصل فيها الاستراكشر هيحصل ايه؟ مش عارف يحرك ناحيته، ما هو الاستراكشر مش عارف يحركها، يحصل كونترالاترال هيميبليجيا. كونترالاترال هيميبليجيا يبقى مش عارف يحرك الجزء ده. احنا خلصنا اول كده، شكله كده مش عاجبني يعني، والله ما عاجبني وكده مش نافع. ما تردش عليا، في الجسم بص في الارض، بص يا دكتور ركز معايا. ها لما اقول لحضرتك اريا فور مكانها فين؟ ها؟ فلور اوف سنترال سيرفس والبوستيرور بارت اوف بري سنترال جايرس، او مكانها اهو خلاص. وظيفتها هي الموتور اريا، بتدي فيها خلايا اسمها بيراميد سيلز، هي الاوريجن بتاعت البيراميد، نص الجسم المعاكس مرسوم فيها ابسايد داون. الحتت الصغيره، الحتت الدقيقه مساحتها كبيره، والحتت اللي اي كلام جروس موفمنت مساحتها صغيره. لو حصل فيها ليجن على نوعين، يا ريتيشن يا ديستراكشن. الريتيشن كونترا لاترال موتور جاكسونيان فيتس، فيتس يعني كونفولجن يعني حركه، كونترالاترال الناحيه المعاكسه موتور حركه. ها جاكسونيان اللي وصفها فيتس، ايه اللي يحصل؟ فوكال اونست ومارش كورس. لو حصل فيها ديستراكشن يحصل كونترالاترال هيميبليجيا. كونترالاترال هيميبليجيا كلام واضح؟ اخر مره ايه اريا فور؟ موتور اريا ها موجوده فين؟ الفلور اوف سنترال سالكس والبوستيرو بارت اوف بري سنترال. ها تحتوي على خلايا اسمها اللي بتدي اوريجن، ها بتدي اوريجن البيراميدال. لو حصل الجسم مرسوم فيها ازاي؟ ابسايد داون، الحتت الدقيقه كبيره والحتت اللي فيها جروس موفمنت في حته صغيره. لو حصل فيها ليجن على نوعين، يا اريتيشن يا الاريتيتف ليجن، هيعمل ايه؟ اسمع، كونترا لاترال موتور جاكسونيان فيتس ويز فوكال اونست ومارشال كورس. لو حصل فيها ديستراكشن يحصل كونترا لاترال هيميبليجيا. لغايه دلوقتي تمام؟ هزود شايفين؟ اصبر، شايف الاريا دي؟ اريا فور دي مساحتها كبيره، نص الجسم موجود هنا في مساحه كبيره. سو ديفيكالت، سو ديفيكالت ان يجي ليجن وياخدها كلها. دايما الليجن اللي بيجي يا بياخد الحته اللي فوق يا بياخد الحته اللي تحت. فبالتالي كون هتعمل هيميبليجيا ده نادر شويه، فالاكثر انها تعمل مونوبليجيا. خاصه لما اقول لكم حاجه، تخيلوا بس كده يا ولاد، تخيلوا ايه اكتر مرض بيضرب؟ يعني لما اقول لك وات از ذا ليجن، ها ثرومبوس فاسكولار اكتر حاجه تحصل، فاسكولار. هناخد الكلام ده في وقته، بس الجزء اللي فوق ده بيتغذى بالانتيريور سيريبرال ارتري، والجزء اللي تحت ده بيتغذى بالميدل سيريبرال ارتري. انا ما فيش مرض بيجي في الاثنين، هو اللي بيتقفل في اليمين يا ميدل يا. فدايما يقول لك ايه؟ لو حصل هنا هيميبليجيا، لا هتبقى مونوبليجيا. يعني ايه مونوبليجيا؟ يعني هتاخد لمب واحد اكتر من انها هتاخد نص الجسم كله. اتفهمت الحته دي ولا لا؟ فدايما الكورتيكال افكشن هنا الاريا 4 هتعمل لي مونوبليجيا اكتر من انها هيميبليجيا. يعني تبدا في حته فبعدين تاخد الجسم كله. يعني ممكن تبدا من هنا، تبدا من هنا، من الرجل، من اي مكان، على حسب الليجن بدا في الجزء. يا ولاد سهله ولا اقول كمان؟ حفظتوها؟ يبقى اريا 4 بقى موجوده فين؟ موجود ما تطلعوا معايا. طب حلو، بتعمل ايه؟ موضوع اريا فيها خلايا اسمها الجسم مرسوم ازاي؟ نص الجسم المعاكس، ها؟ والحتت الدقيقة والحتت الجروس. لو حصل فيها ليجن اريتيشن، لو اريتيشن معانا اسمع الكلمة كونترا لاترال موضوع جاكسونيان فيتس ويز فوكال اونست مارش كورس. لو حصل فيها ديستراكشن كونترا لاترال هيميبليجيا، بس هتبقى اكتر
مونو بريدج لان المساحه كبيره صعب انها تضرب كلها. حلو الكلام، ودي اريا مهمه جدا. قدامها على طول بري موتور اريا، بري قدام قبل بري موتور، يبقى اللي قدامها اسمها بري موتور اريا 6. ودي بصراحه وظيفتها هي بتساعد اريا 4، يعني تحتوي على بعض الفايبرز بتاعت البيراميدال وبتدي اوريجن كمان للاكسترا بيراميدال. يبقى هي مكانها، بص لو عايز انت تقول مكانها كده بالنجري يعني anterior part of pre-central gyrus، ها بالبلدي قدام area 4، ما هي اسمها pre-motor area، بتساعد area 4، ها هي بتساعدها كانها motor area برضه، وبتدي origin للاكسترا بيراميدال. حلو كده؟ ودي يا ولاد المسؤوله عن ايه؟ فاكرين لما قلنا في العملي ان البيراميدال نازل يعمل انهبيشن للتون والديب ريفلكس؟ على فكره الفايبرز بتاعتها جايه من هنا، يعني الفايبرز بتاعتها هي اللي جايه من هذا المكان، دي اللي جايه من الحته دي عشان تروح تعمل انهبيشن للتون والديب ريفلكس في الناحيه المعاكسه. عشان كده ببساطه عارف لو اريا 6 اتضربت في الناحيه الشمال هيحصل لي هايبرتونيا وهايبر ريفلكس في الناحيه اليمين. صباح الفل. مش البيراميدال من الوظائف بتاعته كان نازل يعمل انهبيشن للتون في الانتيرو هورن سيل، وقلنا لما البيراميدال يتضرب شويه فتتحرر شويه فيحصل هايبرتونيا وهايبر، هي دي مش كده بس. فان شاء الله هناخد حاجه كده مهمه اسمها بلانتر ريفلكس. بلانتر ده في الرجل، بجيب مفتاح حاجه بلانت اوبجكت واجي على الصوت ده، مش بجيب، باجي على الرجل على الصوت وفوت وبعمل سكراتش كده. عارفين الريفلكس ده؟ لما اعمل سكراتش كده المفروض يحصل ايه؟ بلانتر فليكشن. عارف لو في بيراميدال افكشن يحصل دورسي فليكشن، يعني يطلع لفوق دورسي فليكشن. هناخد الكلام ده بس اسمها بوست بيرنيسك، ده سهل جدا يعني. لما اجي اعمل كده لو حد عنده بيراميدال يحصل له ايه؟ دورسي فليكشن. بص يا دكتور لو اريا 6 اتضربت بص يحصل كده دورسي فليكشن وفاننج. فاننج يعني صوابع ايه؟ تبعد كده عن بعضها، تبعد عن بعضها. عشان كده لو حصل ليجن في اريا 6 يحصل كونترالاترال هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وفاننج اوف ذا لاترال فور توز اور اليستنج بلانت ريفلكس. تاني هي اريا 6 فين اصلا؟ قدام اريا 4. موافق يا عم، وصفتها ايه؟ هي بتساعدها وبتدي اوريجن كمان الاكسترا بيراميدال، مفيش فيها اريتيتيف ليجن، مفيش فيها اريتيشن، هو الليجن بتاعها ديستراكشر بس. لو حصل فيها ديستراكشر، لو حصل فيها ديستراكتيف ليجن يحصل ايه؟ يحصل كونترا لاترال هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، ولما اجي اعمل له البلانتر يحصل معانا ثاني. بصوا يا الخطه بتاعتنا هتمشي كده، كل ما نقول اريا هنقول اللي قبلها ونرجع نقولها ثاني، ماشي كده؟ يلا اريا 4 موجوده فين؟ موجوده هنا، وظيفتها ايه؟ طب الريجن بتاع البيراميدال. حلو كده، بتتحكم في نص الجسم المعاكس، نص الجسم مرسوم فيها امسايد داون، الحاجات الدقيقه والحاجات اللي اي كلام بتخصها حته صغيره. لو حصل فيها ليجن اريتيشن وديستراكشن، اريتيشن اسمع معايا، اريتيشن هان كونترالاترال موتور جاكسونيان فيتس ويز فوكال اونست اند مارشال فورس. لو حصل فيها ديستراكشن كونترالاترال هيمبليجيا، بس هتبقى مونو لان المساحه بتاعتها كبيره. اريا 6 مكانها فين؟ قدام اريا 4. هي بتساعد اريا 4 وبتدي اوريجن الاكسترا بيراميدال، دي اللي بتعمل انهبيشن للتون والديب ريفلكس في الاوبزيت سايد. لو حصل فيها ليجن ديستراكشن بس كونترالاترال هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وفاننج، فاننج يعني يبعدوا عن بعض، فاننج اوف لاترال فور توز والاليستنج بلاندر ريفلكس. قشطه، خلصت. طيب اللي بعد كده برضه بتكلم على الفرنتال. هنا كده يا ولاد في المكان ده، في المكان ده طبعا دي فرنتال جايرس، ها سوبيريور وميدل وانفيريور. في البوستيريور بارت اوف ميدل كده في حاجه اسمها اريا 8. اريا 8 مسؤوله عن حاجه اسمها فولنتري كونجوجيت اي موفمنت، الحركه المصاحبه للعين. دلوقتي انا قدامي سطر كده، فانا بقرا كده، حلو بقرا كده، وصلت هنا، شفت انا وصلت لاخر السطر، لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب اول السطر. بص كله بص على العين، عايز اجيب اول السطر ده. بعد كده لاحظوا حاجه، انا حركت عين ولا الاثنين؟ حركت عينتين صح؟ طيب نرجع بس كده بيكم، يا رب تكونوا فاكرين الحته دي. انا عايز ابص كده، انا باصص كده، مشغل هنا لاترال ريكتس ومشغل هنا ميديال ريكتس، صح ولا لا؟ طيب اللاترال ريكتس دي بتتغذى بالابيوسنت رقم 6، والميديال ريكتس بتتغذى بالاوبيور موتور رقم 3. كمان مره اللي مش مركز ركزوا شويه، انا عشان ابص كده شغلت هنا ال ار 6 يعني اللاترال ريكتس بمين؟ 6. وانا بصيت كده الميديا ريكتس بكام؟ هل ممكن يا اولاد ان حد منكم يحرك كل عين في ناحيه؟ لازم الاثنين ايه؟ طب هو ازاي الاثنين شغالين مع بعض؟
يعني ايه الميكانيزم اللي يخلي الاثنين، ايه الباث واي بتاعنا اللي يخلي الاثنين شغالين مع بعض. بص يا ولاد، ببساطه شهيره جدا، ده الميدبرين. الميدبرين دي النيوكلس بتاعت 3 ودي النيوكلس بتاعت 6. مش انا عايز دول، مش انا عايز دول، ولا ركز، الحته دي مش مفهومه ومش موجوده في الكتاب، ركز معايا. ده السيريبرال كورتكس وده السيريبرال كورتكس، ودي اريا 8 شمال ودي اريا 8 يمين. انتوا عايزين تشغلوا مين الاول؟ نشغل شمال. شمال دي هتخلينا نبص فين؟ يمين. يبقى اريا 8 الشمال بتخلينا نبص فين؟ مفهومه؟ اريا 8 الشمال بتخلينا نبص. طب انا عشان ابص يمين اهو، انا هبص يمين كده، انا هشغل دي، انا عايز ابص يمين هنا، يعني هشغل هنا الابديوسنت وهشغل هنا الاوكيلوموتر. ها الناس اللي ورايا، ها انا عايز ابص كده، انا هشغل اريا 8 دي. عشان اشغل اريا 8 لازم اعمل حاجتين، لازم اشغل الابديوسنت هنا ولازم اشغل الاوكيلوموتر هنا. معايا ولا لا؟ عشان اعمل الحركه دي، عشان اجي كده، انا محتاج ايه؟ محتاج ان اريا 8 الشمال تشتغل، يروح اريا 8 بعد فايبرز كده. الفايبرز اللي نازله دي يا ولاد عامله زي الشبكه، اسمها بارا ميديان بونتاين ريتيكولر فايبرز. مش مهم الاسم، بعتها فايبرز. مش مهم الاسم، بعتها ايه؟ اسمها بارا ميديان، يعني جنب الميد لاين. بونتاين اخرها توصل في البونز، ريتيكولر عامله زي الشبكه، فايبرز يعني ها الياف. حلو كده؟ تروح رايحه المكانين، تروح نازله كده مغذيه مين؟ 3 وتروح بعت اشاره ل6. والله سهله، سهله جدا. انا عايز ابص كده، ها الاشاره جت من اريا 8 ايه؟ دي ها، فنزلت كده، راحت عملت كده، صح ولا لا؟ طب وصلت هنا ازاي؟ وصلت هنا ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ايه؟ بارا ميديان اون تايم ريتيكولار فايبرز. في مشكله في هذا الكلام؟ بس مين اللي بيسيطر؟ مين اللي بيحرك الدنيا دي كلها؟ لازم تكون اريا 8 ايه؟ فهمتوا حاجه يا ولاد ولا لا؟ احفظوا المنظر ده عشان ده جاي معانا بعدين كتير، انا بتكلم عليه كل شويه، بس انت فهمتها دلوقتي. السؤال لحضرتك، لو حد عنده ريجن في اريا 8 اللي هي في الناحيه الشمال، الناحيه الشمال يا اما يكون اريتيشن يا اما يكون ديستراكشن. اريتيشن الحركه عماله تتكرر، عمال يحصل له ايه؟ كل شويه الحركه تقعد تتكرر كتير، يقعد يبص لبص دي، بص بص ده، فاهمني ولا لا؟ يقعد يجيب الحركه كتير. امال لو حصل فيها ديستراكشن، بص لي لو اريا 8 الشمال اتضربت عندي انا مش عارف ابص كده، عيني جت كده، يعني مش عارف اضرب الاوبزيت سايد. سهله ولا صعبه؟ كمان مره، اريا 8 موجوده في الانفير، موجوده في البوستيرور بارت اوف ميدل فرنتال جالكس، مش مكان شفتوه خلاص. وظيفتها فولنتري كونجوجيت اي موفمنت، يعني ايه؟ ان انا هجيب كده من اخر السطر الاول للسطر اللي بعدها وانا بحرك عينتين الاثنين مع بعض. لما العينتين يتحركوا مع بعض يبقى اسمها كونجوجيت اي موفمنت، بالعربي الحركه المصاحبه للعين. لازم العينتين يشتغلوا مع بعض. عشان العينتين يشتغلوا مع بعض وابص كده لازم تكون اريا 8 شغاله. اريا 8 الشمال بتخليني ابص في اليمين والعكس بالعكس، واريا 8 اليمين تخليني ابص شمال. انا بقول دلوقتي لو حصل اريتيشن في اريا 8 الشمال، اريتيشن اعمل ايه في الاكشن؟ اقعد ابص 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 على اليمين. طب لو حصل فيها ديستراكشن مش هعرف ابص اساسا، يحصل باراليسيس اوف كونجوجيت اي موفمنت تو ذا اوبوزيت سايد. انا خلصتها. قول. اريا 8 الشمال مش عارف ابص كده، فتلاقي اريا 8 اليمين هي اللي مسيطره، عامل كده. عشان كده سبحان الله انا عندي اثنين، فانا عيني عامله كده. ضربت دي هاجي كده، ضربت دي هاجي كده. تمام. مش عارف ابص في الناحيتين ولا عينها تبقى كده وعينها العينتين في الاتجاه. اريا 8 دي بتشغل، ما هو يا ولد ما هي اريا 8 ايه؟ بتشغل العينتين. يبقى انا عندي مشكلة في العينتين في الاتجاه ده. نفس الاتجاه يعني. مش العين اللي الناحية الثانية، يا ولد انا بقصد اتجاهات مش عيون. الاتجاه ده اريا 8 اتضربت، انا مش عارف ابص في الاتجاه ده. هو ايه اريا 4 دي؟ دي بتعمل ايه؟ بص الجسم المعاكس. طيب لو حصل فيها اريتيشن. تكلمي عادي. تكلمي اهو. كونترا لاترال موتور جاسونيا فيز وسفوجر اونست ومارش. مش عارف تتكلميش كده الزمالك يخسر. مش تبقى عارف يعني. ها لا ان شاء الله يا دكتور قول ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يخسر. قول احمد. ايه؟ ان شاء الله الاهلي ربنا يستر. خد بالك ان شاء الله. ها ويحصل كونترا لاترال ها باراليسيس.
ده لو حصل فيها ليجن ديستراكتيف ليجن، لكن هيبقى مونو اكتر منه ايه؟ ها اكتر منه ايه؟ دي حاجه. لا اريا 6 هي قدام اريا وهي بتساعدها لو حصل فيها ليجن على طول. كونترا لاترال هايبرتوني هايبر ريفلكسيا بيحصل فانج اوف ذا لاترال فورتوس اون اليستيك بلانتر ريفلكس. اريا 8 دي بتاعت حاجه اسمها بولانتري كونجكت اي موفمنت اللي بجيب من اخر السطر الاول السطر بحرك العينتين. لو حصل فيها اريتيشن اقعد اكرر الحركه. لو حصل فيها ديستراكشن ما اعرفش اعمل الحركه. يعني ما اقدرش اعمل كونجكت اي موفمنت تو ذا اوبوزيت سايد. حلو لغايه دلوقتي؟ الاريا رقم 4 في الفرنتال لوب هنا في حتتين كده لازقين في بعض. في حاجه اسمها اريا 44 واريا 45. بصوا يا ولاد الاريا 44 دي اسمها بروكاس اريا. اسمها ايه؟ بروكاس اريا. ودوت هاير سنتر فور سبيتش. دوت هاير سنتر فور ده المركز بتاع الكلام وهناخده بالتفاصيل. ده اللي بيخليك تعبر عن نفسك. ده اللي بيخليك ده على فكره من وانت طفل صغير ما بتعرفش تتكلم مش كده ولا لا؟ بتبدا ها في نهايه السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه بيعلموك الكلام. انت بتقعد تقلد الحاجات واخد بالك لغايه لما تبدا تتكلم. الفكره ان بتتكون عندك هذه الاريا 4. اريا 4 موجوده في الدوميننت سوري اريا 44 موجوده في الدوميننت سيريبرال هيمسفير. ها موجوده في الدوميننت انا رايت هاندد. في اريا 44 موجوده عندي في الناحيه اليمين بس موجوده في الناحيه الشمال بس يعني مش موجوده في الناحيتين موجوده في الدوميننت فقط. مفهومه؟ اريا 44 اسمها بروكاس اريا ودوت الهاير سنتر فور سبيتش. واحد يا اولاد زينا كبر وتعلم الكلام وبيتكلم وزي الفل وتمام التمام واموره حلوه جدا. عمل حادثه عربيه اتخبط في دماغه وجه افكشن على الاريا 44. هذا الشخص يسمع ويفهم ما يسمعه الا انه لا يستطيع التعبير عن نفسه بالكلمات بس بيطلع اصوات. يقول لك ايه؟ قوم اطلع بره. فاهمني ولا لا؟ بس هو ايه؟ هو الفوكال كورد شغال، اللاركس شغال، يعني هو ما عندوش بس ممكن واحد يبقى عنده برد ولا مش عارف عنده افونيا، مش عارف يطلع صوت، ده ما سمعهاش. مش هقول ان عنده هنا حاجه، لا، ده مشكلتي هنا يا ولاد ايه؟ ان هو اصلا هو فاهم وعارف كل حاجه، بس مش عارف يعبر عن نفسه بالكلمات. دي كلمه غريبه عليكم شويه ونحفظها بقى اسمها اكسبريسيف افيزيا. ها اكسبريسيف تعبيريه، افيزيا مش عارف يتكلم، يعني مش لا يستطيع التعبير عن نفسه بالايه؟ بالكلمات. يبقى اسمها اكسبريسيف افيزيا. دي اسمها اريا 44. اريا 44 هي هاير سنتر فور سبيتش. لو حصل فيها ليجن هو ديستراكشن بس. يحصل حاجه اسمها اكسبريسيف افيزيا بس الشاطر فهمني لازم يكون الليجن في الدوميننت سيريبرال هيمسفير عشان هي موجوده في ناحيه واحده. يعني لو حصل افكشن للبرين اليمين مش مشكله، مشكلتي دايما في الناحيه الشمال على اساس ان معظم الناس بيبقوا رايت هاندد. اريا 44 دي من الحاجات الظريفه فيها انها في الستات كبيره وفي الرجاله صغيره. طبيعي صح؟ منطقيه مش كده؟ مش كده بس يا ولاد. لا والله مش على فكره حاجه حلوه. في الرجاله هي اريا واحده صغيره. في الستات جنبها سبع اريا صغيرين بيساعدوها. طب والله ما بهزر. يعني تعرف الست تعرف تاخدك من موضوع لموضوع سبع حكايات. السبع حكايات دي انت عارف السبع حكايات لان عندها ايه؟ عندها بروكس وفي سبع مغلبين. انا طبيعي اصلا انا بشرح لو لقيت بنت بتتكلم بطنش بقول قصر عنها. ها 44 مغلبات انا كلام الولاد بيتكلم اشك فيه على طول. ما ينفعش واخد بالك ما ينفعش تتكلم. ها انت عندك اريا واحده صغيره لكن الستات هي اريا ها كبيره وحواليها اريا ثانيه ايه؟ ها بتساعدها. دي عشان كده هم 44 هي دي. ها اريا 44 بتاعت الايه؟ ها بتاعت الكلام. خلاص؟ حاجه ثانيه خالص ممكن اجلها لما اخدها اشرحها بالتفصيل فيها كلام كتير معلش اجلوها بس دلوقتي اقول لك كل الديتيلز بتاعت الحته دي ماشي معانا. يعني اريا 45 نازله فيها اسمها اكسنرس. اكسنرس اريا دوت الهاير سنتر فور رايتنج بتاع بتاع الكتابة. عشان تعبر عن نفسك بالكتابة. واحد زينا بيكتب وخطه جميل وبيرسم وكل حاجة اتضربت اريا 45 في حادثة ولا انفارشن ولا أي حاجة أصبح لا يستطيع التعبير عن نفسه بالكتابة. أجرافيا. جرافيا يعني كتابة. أنا بحط قبلها إيه دي بس اسمها إجرافيا أو أجرافيا دي معناها لا يستطيع التعبير عن نفسه بالإيه؟ بالكتابة. ممكن تلاحظوا حاجة اريا 44 و 45 الاثنين موجودين في الدومينانت وهما الاثنين لازقين في بعض. واقول لكم حاجه وحشه، هما الاثنين ليهم نفس الارتيريال سبلاي. يعني دايما الليجن ايه؟ ولما يضربوا هما الاثنين؟
لا يستطيع التعبير عن نفسه لا بالكلمات ولا بالكتابة، اسمها موتور أفيسيا، مش عارف يعبر عن نفسه لا كده ولا عارف يعبر عن نفسه كده، يبقى كلام وكتابة. وروكس إيريا 44 وإيكزنرس إيريا 45، عايز كلمات. لو حصل الريتيتيف ليجن في إيريا 4، بصوا النهاردة الجمعة وشارك على حد اللي مش هيتكلم معايا هادي علي، انتوا معايا ها يلا ها كونترا لاترال موتور جاكسونيان فيتس وسبوكال اونست وان. طيب لو حصل فيها ديستراكشن كونترا لاترال مش بس لازم تبقى ايه مونوبليجيا اكتر. طيب لو حصل ليجن في اريا 6 بيكون بس ديستراكشن، يحصل كونترا لاترال هايبر تور هايبر ريفلكسيا وفيمنج وانيليستنج بلانتر ريفلكس اوف لاترال فورتوز. اريا 44 لو حصل فيها ريتيشن أو يحصل ريبيتيشن اوف كونجوجيت اي موفمنت اوف ذا سايد. ايه ده 8 سوري انا قلت ايه؟ انا شربت هنا عم 8 يعني 8؟ انا بص يا دكتور ما هي 8 4 4 بس هي 8 يعني. ها لما يحصل فيها ديستراكشن باراليسيس اوف كونجوجيت اي موفمنت اوف ذا سايد. ها اريا 44 لما يحصل فيها ليجن اسمع الكلمه ما انا عارف اكسبريسيف افيزي لما تتضرب هي 45 يحصل اجرافيا لا يستطيع التعبير بالكلمات وهنا بالكتابه خلاص كده. طيب بص يا دكتور الجزء المظلل ده الحته دي على فكره مهمه جدا شايف الحته دي ده كده كانه لوب لوحده بس الليبير صغير يعني عليه بري فرونتال لوب يعني الحته دي اللي هي علينا فين يا ولاد المكان ده الحته دي كده الجزء ده هو بيسموها ايه باللغه العربيه ها الناصيه دي باللغه العربيه اسمها ايه الناصيه دوت هاير سنتر فور مينتاليتي personality and behavior مسؤول عن الميموري وبيعمل انهبيشن للبريماتيف ريفلكسز. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله بالراحه higher center for mentality ده بتاع الذاكره انت عارف ساعات لما ايه لما تنسى حاجه مثلا يا نهار ابيض بتعمل كده على فكره الحركه دي ليها اساس بالذات لما تبقى حاجه قديمه قوي حاجه قديمه دايما موجوده هنا وبعدين يا اولاد ده بتاع البيرسوناليتي ان انت تبقى بني ادم شيك كده راقي واخد بالك مش ممكن يعني مش ممكن يعني انا مش متخيل مثلا واحد احنا قاعدين كده مع بعض في محاضره ولا انت قاعد مع ناس كده وناس محترمه وبتاع واحد يقوم يعمل ميكتيوريشن قدامهم مثلا يعني ينفع او مثلا تبقى قاعد مع ناس كده وقعده عائليه وبتاع وتلاقي واحد تلاقي واحد مثلا يشتم مراته قدام الناس او هي تهزق جوزها قدام الناس فاهم ولا على فكره دول عندهم خلل في الايه؟ في ايوه ما هو ده بيهيفير في البري فرونتال لوب. طب اقول لكم حاجه ثانيه والله ما بسرح بيكم هذا البري فرونتال لوب هو ده اللي فيه صحيفة أعمالك ده اللي هي كده يوم القيامة ويتفرد ولا تفاكر يوم كذا لما عملت تاريخك الأسود تاريخك الأسود كله تاريخك الأسود أنت عارف ومن العذاب يعني الناس إيه الناس المجرمة يعني بيتشدوا تعرف يأخذ بالنواصي دي النواصي يتشد من هنا فاهم حاجة؟ ده إهانة دي إهانة هذا البري فرونتال لوب اكتشفوا من حوالي 40 سنة ان ده مركز الكذب عند الانسان مركز الكذب يعني اللي بيقعد يكذب كتير هيكذب كتير يكذب كتير لو الانسان عنده ورقة سودة وفيها تعليق وفيها لطبطة اكتشفوا هذا تعرفين جهاز كشف الكذب ولا بص لما حبوا يعملوا جهاز عشان مخابرات بقى والكلام ده والافلام ومش عارف ايه والحاجات القديمة دي انتوا ما عيتوش الجو ده واخد بالك بس كان في افلام جت موضه كده في السبعينات والثمانينات كنت لسه ما جيتوش ونادي الجيل بقى تعمل افلام مخابرات وكشف الكذب ويحطوها على جهاز الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ لما حد بيكذب ضربات قلبه بتقعد تزيد فبيركب جهاز اسمه قلبه شوف ضربات قلبه عامله بيحصل فيها لطبطه وفي نفس الوقت يا ولاد بيسلط كاميرا على تعبيرات وشه بس كاميرا دقيقه اللي بيكذب تعبيرات وشه بتتغير ونبره صوته بتتغير يبقى ضربات قلبه بتتغير تعبيرات وشه ونبره صوته حلو كده فبداوا الناس اللي هم بتوع مخابرات وكده يدربوا الضباط بتوعهم على هذا الكلام يعني يقول له اقعد اكذب قول اي حاجه ويدرب عليها كتير جدا بحيث ان هو لما يكذب ضربات قلبه ما تزيدش فاهمين حاجه على فكره انت ممكن تضرب نفسك تقول لي ازاي مش انت دلوقتي مثلا وانت داخل امتحان او انت مش عارف بتعمل ايه او اي موقف مش في ناس كده عشان انت ضربات قلبها سريعه وقلقانه وبتاع مش كده مش في ناس كده وفي ناس ضربت نفسها اضرب نفسي ازاي احاول اهدى مره ورا الثانيه ورا الثالثه يبقى انا على فكره انا على فكره واحد من الناس انا ممكن اجننكم كلكم واقعد اهزقكم وارفع لكم الضغط وانا ضربات قلبي ما تزيدش ضربه فاهم حاجه ولا لا
يعني يبقى الكلام من بره لكن من جوه ما بتأثرش. انت عارف المنافقين زمان لما كانوا مثلا بيقابلوا الرسول او الصحابه وكده كان ايه؟ كان بيبقى تلاقي عندهم في وشهم تعبيرات وشهم، عشان كده قال ايه؟ ولو نشاء لاريناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني لما يجي يتكلم تلاقي صوته بقى مهزوز، ما هو بيكذب، ما هو بيهري، وتلاقي وشه في تعبيرات غريبه وعمال يكذب. فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى تعبيرات الوش وضربات القلب واللحن الغلط اللي في الصوت ده، الحاجه اللي في الصوت دي، دي معناها انه عمال يكذب. حلو كده؟ فجم عملوا حاجه ظريفه ليكذب، ركبوا حاجه اسمها فانكشنال ام ار اي، ركبوا جهاز الراديو المغناطيسي، وبعدين ركبوا مثلا لفلان تعالى يا جورج هنحط لك الجهاز ده هنا، وقعدوا ظهري يتكلم في اي حاجه، قول اي كلام كده، اقعد اسرح بينا اي حاجه، وهو عمال يسرح والجهاز ده انا قلت لك ابتدى يلخبطها والدنيا هايجه قوي. يا جورج قول كلام بجد، قول حاجه حقيقيه حصلت، تلاقي الدنيا كالم ولذيذه جدا. فاهمين حاجه ولا لا؟ اصبح مركز الكذب عند الانسان هو مين؟ ها، وده فكره جهاد وده ملوش حل. يعني ايه بقى؟ مهما تدربه طالما بيكذب الحته دي هتقعد ايه؟ كلا ان لم ينتهي لنسفعا بالناصيه. دي الناصيه، ده مركز ناصيه ايه؟ كاذبه، هي دي اللي فيها الكذب. يعني مركز الكذب هنا الانسان اللي بيكذب. الاطفال الصغيرين بيتوجهوا الحته دي بيضه بيضه زي الفل. تسود والله. والله العظيم. طب فاكرني بهزر؟ ها، دي مشكله، دي مصيبه سودة. يبقى تاني، ها، ايه هو البري فرونتال لوب؟ هو الهاير سنتر فور منتاليتي، ها، وبرسوناليتي وبيهيفير، وفيها ميموري، ومسؤوله، مسؤوله يا اولاد عن حاجه اسمها ايه؟ ها، بتعمل انهبيشن للبريماتيف ريفلكس. ايه البريماتيف ريفلكس؟ عارفين الاطفال اللي الطفل لسه مولود عنده بريماتيف ريفلكس، اشهر حاجه هو لو جبنا الطفل الصغير وانت جيت بصباعك عملت كده، مش كده ولا لا؟ مش هيعمل كده، هيعمل صقل، هيرضع. كذلك الطفل الصغير لو انا اديتك قلم، اديتك قلم انت هتمسكه بصبعك، هو يمسكه ازاي؟ هيعمل جراب ايده كلها، مش دي اسمها بريماتيف ريفلكس؟ مين اللي بيعملها؟ انهبيشن. هذا البري فرونتال لوب، ردوا عليا بقى، ردوا عليا بقى، لو حصل ديستركتيف ليجر في هذا البري فرونتال لوب، يا نهار اسود، يا نهار اسود. بص يا دكتور، لاكو بيرسوناليتي ومنتاليتي، ها، وبيهيفير، ويحصل ري ابيرنس اوف بريماتيف ريفلكس، تظهر تاني. العين ده بيحصل له كلمه رهيبه اسمها ديمنشيا. ديمنشيا على فكره ده درس معاكم في السايكاتري، عندكم اربع دروس اصلا في السايكاتري، ده واحد منهم. ديمنشيا اسمه العتا او الخرف، اللي هو شفته ايه؟ حد عنده الزهايمر؟ ها؟ شفتوا حد تلاقي شعره منكوش ولبسه مبهدل وبيتكلم اي حاجه، مش كده ولا؟ هو ده، هو ده يا اولاد، اللي هو شكله يبقى عنده كده لاك اوف بيرسوناليتي وبيهيفير ومنتاليتي. من الواضح ان الحته دي ايه؟ حاجه مهمه، سهله، فيها مشكله؟ طيب يعني لو حصل فيها ليجن يحصل ايه؟ ولا حاجه؟ كل حاجه لاك اوف بيرسوناليتي وبيهيفير ومنتاليتي، ويحصل ري ابيرنس اوف بيرماتيف ريفلكسز. على فكره يا اولاد، هو كل كائن حي، اي حيوان في الدنيا له ناصيه، ليه بري فرونتال لوب، بس التطور والرقي والحاجات دي كلها مش موجوده الا في البني ادمين فقط. لكن هو اي حاجه ليها المركز ده، لكن التطور كله والنمو كله بيكون اكتر ما يكون في الايه؟ في اللي هو الجنس البشري. يعني بص، انا بتكلم هنا لاترال اسبكت، من جوه كده، من هنا في الحته دي كده، من جوه، بس من جوه، من جوه في حاجه اسمها بار سنترال لوبيول. لسه واديهم امبارح اصلا. بارا سنتر لوبيول ده هاير سنتر فور كنترول اوف بلادر اند باول. هاير سنتر مركز عالي تو كنترول، عشان يتحكم في البلادر البول والباول اللي هو البراز. بمعنى قلت لكم انت قاعد في محاضره، هل ينفع تعمل ميتيوريشن؟ لا، نزل لك اشاره عن طريق البرامدل، بس مين اللي مدي الاشاره؟ هذا البارا سنتر لوبيول. فاهميني ولا لا؟ هذا البارا سنتر لوبيول في الاطفال موجود ولا لا؟ مش موجود. يبدا ايه؟ مع التريننج يبدا يتكون عشان يعرف يتحكم. يقول لك لا، ما ينفعش اعمل دلوقتي، لا ينفع اعمل دلوقتي. مين اللي بيقول لك هذا الكلام؟ هو بس، هو الوحيد، هو البارا سنتر اللي بيقول لك الظروف مناسبه ولا غير مناسبه لعمل اي حاجه. فهمتوني ولا لا؟ هو ده. لو حصل فيه خلل يحصل انكونترنس اوف يورين اند ستول. انكونترنس كلمه كبيره، ها، اي حاجه تحصل ما يعرفش يتحكم، يبقى عامل زي العيال الصغير تتملي تفضي لوحدها. اي مشاكل ريتد البلادر يبقى اسمها انكونترنس، سواء كان يورين او ستول. انا خلصت سبع مناطق دول موجودين في الفرنتال لوب، سبع مناطق في الفرنتال لوب. ممكن نقول كل واحده الليجن بتاعها ايه ونخلص بجد، عشان بس ايه نروح ما ذاكرهاش نبقى خلصنا منها. يلا، ها، لو حصل اديتيشن في اريا 4 كونترا لاترال موتور جاكسونيان فيتس وسفوكال اوسيت اند مارشال فورس،
لو حصل ديستراكشن كونترا لاترال هيمبليجيا بس اكتر مونوبليجيا. اريا 6 لو حصل فيها ليجن ديستراكشن كونترا لاترال هايبرتونيا وهايبرفليكسيا. ولو يحصل ثاني وانا بعمل لاترال فورجوس وانا بعمل بلانتر ريفلكس. اريا 8 لو حصل فيها اريتيشن ريبيتيشن اوف كورتيكال داي موفمنت اوف اوبوزيت سايد. لو حصل فيها ديستراكتيف ليجن يحصل باراليسيس يبقى طبعا في الاوب مش عارف يبص على الناحيه المعاكسه. اريا 44 لو ضربت سبريسيف افيزي. اريا 45 لو ضربت اجرافيا البريفرونتال لوب. لو ضرب لاك اوف بيرسوناليتي وبيهيفير ومنتاليتي وفي نفس الوقت يحصل ري ابييرنس اوف بريماتيف ريفلكسز. البارا سنترال لوب لو ضرب يحصل انكونترنس اوف يورين اندوسوري. بقى دي كلها دي كلمه اسمها فرونتال. بصوا ركزوا معايا بقى مفيش سؤال في الكون مفيش سؤال في ولا تبقى خيبه واخد بالك مفيش سؤال يقول لك انيميوريت ارياز اوف فرونتال. مش حاجه اسمها كده مش حاجه اسمها كده اصلا مفيش حاجه اسمها كده. ما يجي لك يقول لك قول لي مين هي الارياز. بس انا عايز اقول لكم كذا حاجه وتركزوا بقى شويه. السيريبرال كورتكس انا بشرحه ده مهم في ثلاث دروس. مهم في درس اسمه سبيتش لان انا هستخدم ارياز كتير. يعني احنا خدنا منهم دلوقتي حاجتين اهم فاهمني ولا لا؟ ولسه هناخد هنستخدم ارياز كتير. مهم في درس تاني اسمه بلاد سبلاي اوف برين. احنا هنمسك الحته دي هنمسك الجزء ده اقول لك الحته دي تتغذى بكذا تتغذى بكذا. الارتري الفلاني بيغذي المساحه دي كلها. اقفل الارتري ده تقول لي ده اريا 4 اتضربت يحصل كذا اريا 6 اتضربت كذا اريا 8 فاهمني ولا لا؟ بيطلع تيومر. درس اسمه انترا كرينيال نيوبلازما برين تيومرز. لما يطلع عندي تيومر في تيومر بيطلع هنا او يطلع هنا او يطلع هنا او يطلع هنا. طب هو التيومر هيعمل الاكشن بتاعه اكوردنج تو الاماكن دي بتعمل ايه؟ حد فاهم حاجه؟ لكن لا يوجد سؤال اسمه مش حاجه اسمها كده. بس انا بكون عارفه ده الانترودكشن بتاعتي يا اولاد. ما انا ما ينفعش اشتغل نيرولوجي غير لما اكون عارف حد عنده مشاكل في اللي احنا بنقوله تمام؟ انت ايموشن ليستنج انت لو قلت لي ولا لا؟ معايا؟ طيب بص هنمسك اللوب الثاني ده اسمه باريتال لوب. هذا الباريتال لوب على طول ورا السنترال سالكس هنا في اريا اسمها ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اسمها كورتيكال سنسوري اريا. عارفين مكانها فين؟ فين؟ بوست سنترال جيرس. مش ده سنترال؟ يبقى ده بوست سنترال. حلو كده؟ دي مسؤوله عن البرسبشن اوف كورتيكال سنسيشن. ممكن تركزوا معايا لحظه؟ دلوقتي لو انت جيت شكتني هنا انت شغلت ريسبتور في السكن مش شغال البريفرال نيرف فضل ماشي لغايه ما دخل في دورسال روت وبعدين عدى الناحيه الثانيه طلعت حاجه اسمها سباينو ثلاميك وصل لمنسكس وصلت للثلامس. طالما وصلت للثلامس يبقى انا حسيت بس مش قوي ما حسيتش قوي. تروح طالع شاره من الثلامس ثلامو كورتيكال لغايه الكورتكس فوق يبقى انا بحس بتفاصيل. فاهم حاجه؟ يعني انا بحس بمين اصلا؟ بالثلامس. لكن اجيب التفاصيل عن طريق مين؟ يبقى الكورتكس مش بيعمل بيرسبشن للسنسيشن بيعمل بيرسبشن للتفاصيل. التفاصيل قالوا عليها كورتيكال سنسيشن. وقلت لكم اكزامبل امبارح افتكر علاب غمض عينيه غمضت عينيه هات ايديك اتفضل ايديا شكتني افتح عينيك شكتك انا شكتك فين شكتني هنا شكتني بابره او بشوكه او الشكه متوسطه وجبت التفاصيل لان الاشاره وصلت لغايه مين؟ الاكزامبل الثاني علاب ما عندوش كورتكس بس عنده ثلامس غمض عينيك خد ايديك اتفضل ها انا شاكتك فين؟ هنا دول شاكتك اهو حددت ولا ما حددتش؟ شاكتك بايه ما شفتش انت مستني وخلاص. يعني الاحساس يصل للثلمس في صوره فيك سنسيشن اللي بيجيب التفاصيل هو مين؟ والله الشاطر فهمني. يعني لو الكورتكس اتضربت هحس ولا مش هحس؟ بس الاحساس عشان كده مش هقول عليها سنسوري لوس هقول عليها كورتيكال سنسوري. دي فرق من كلمه سنسوري لوس والكورتيكال سنسور لوس. لما اقول سنسور لوس انا مش حاسس اي حاجه لكن كورتيكال سنسور لوس انا حاسس بس احساس فيك احساس حائر من غير الديتيلز. فهمتوا حاجه؟ طيب نص الجسم المعاكس مرسوم في اريا 1 2 3 ابسايد داون. الحتت الحساسه مساحتها كبيره الحتت الكبيره اللي مالهاش لازمه مساحتها صغيره. لو حصل هنا ليجن على نوعين يا اريتيتيف ليجن يا ديستراكتيف ليجن. لو حصل irritative lesion irritation يحصل contralateral sensory jacksonian fits with focal onset and the muscle loss. لو حصل فيها destruction يحصل contralateral cortical sensory loss. ايه الكلام ده؟ مش عكس هي زي الموتور بس بتكلم من ناحيه نفس الكلمتين بالظبط بس من ناحيه وجهه نظر السنسيشن.
دكتور ايه الكونترا لاترال سنسوري جاكسونيان فيتس؟ يعني هيحصل له ايه؟ دكتور الحقني دكتور دكتور عندي كهرباء في صباعي، خدت ايدي يا دكتور، طلع على دراعي، خدت نص جسمي يا دكتور، عندي الم رهيب يا دكتور، ماشي كده يا دكتور، في حاجه فاهم حاجه ولا لا؟ يعني يفضل ايه؟ يقعد الموضوع بيتكرر، ده في الاريتيشن. طب في الدستراكشن سنسور لوس، والله هتطلع مين قال سنسور لوس؟ اسمها كورتيكال سنسور لوس، استغفر ربنا. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يعني ايه كورتيكال سنسور لوس؟ يعني انا حاسس ولا مش حاسس؟ بس مش حاسس بالتفاصيل. فهمتوا حاجه ولا لا؟ لما تضرب الكورتكس، لما يحصل ليجن في الكورتكس مش بنفقد الاحساس، احنا بس الاحساس العادي اللي هو تاكتايل لوكاليزيشن، تو بوينت ديسكريميشن، ستيريو موزس. عارفين يا اولاد، لو انا دلوقتي انا مغمض عيني فانت اديتني حاجه في ايدي، اقول لك ده الم من الم بتاع، بقول لك كده مش هقول لك ده الم وده الماركر بتاع السبوره حتى لونه احمر، ما انا عندي كورتكس بقى حتى لونه احمر واسع دي صح؟ بس انا جبت لك التفاصيل، يعني انا جبت لك الايه؟ انا جبت لك التفاصيل، فهمني ولا لا؟ عن طريق مين؟ عن طريق الكورتكس. طب استنى، انا دلوقتي الكورتكس عندي، الكورتكس عندي بايظ، فانت تديني حاجه تقول لي هو ايه اللي في ايدك ده؟ اقول لك حاجه تقول لي ما هي ايه يعني؟ انا حاسس انا ماسك حاجه بس انا مش عارف ايه هي، او انا حسيت بيها بس مش عارف التفاصيل لان الكورتكس. فهمتوا حاجه؟ على فكره في حاجه كمان حلوه قوي بس نعملها بجورج. ارفع ايدك يا جورج، غمض عينيك، غمض عينيك، لا غمض بجد. انا كتبت ايه؟ ده كورتيكال سنسور لوس. غمض عينيك. انا كتبت ايه؟ ها؟ خط. غمض عينيك. انا كتبت ايه؟ دايره مثلا او خمسه او اي حاجه يعني. هو حس بيها، دي اسمها جرافيثيزيا، يبقى الكورتكس بتاعه شغال. لكن لو الكورتكس مش شغال، انت عملت حاجه، انت بتعمل حاجه، ايه هي؟ ايه هي؟ هو الشاهد، هو حس ولا ما حسش؟ بس ما جابش التفاصيل. فهمتوا حاجه؟ لا نقول سنسور لوس ولكن نقول كورتيكال سنسور لوس. خلصت؟ في البوسترو انفيريور بارت اوف ذا رايتال لوب هنا في اريا كده حلوه موجوده في الدومينانت بس اسمها اريا 39. اريا 39 اسمها انجولار جايروس، بس المشهور انها اريا 39 موجوده في الدومينانت. دي يا اولاد بتاعه التعليم، بتاعه التعلم، انت اتعلمت. عارف دي وظيفتها ايه؟ دي موجوده في الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب بس. اسمع يا دكتور، دي مسؤوله عن ريكوجنيشن اند ريكول اوف نمبرز اند ليترز. ريكوجنيشن التعرف، اند ريكول الاستدعاء، اوف نمبرز اند ليترز. بمعنى انت دلوقتي مثلا شايف ايه؟ انت شايف كلمه مثلا، يعني انا كاتب هنا ايه؟ جنرال مثلا، يعني انت عارف ان جي واي وان، مش كده ولا لا؟ انت بناء على ايه؟ حاجات اتعلمتها قبل كده. فهمتوني ولا لا؟ انت لما بتبص بتعرف تقرا الكلمه وتعرف الحروف والارقام عن طريق هذه الاريا العظيمه اسمها اريا. طبعا افترضت في الطب بتاعي قبل كده، فهماني ولا حاجه؟ ايوه، انت عندك بقى حصيله كلمات وحاجات كتيره قوي وبتتعرف عليها بسهوله. الشخص الامي، الامي هو الذي لا يعرف القراءه والكتابه، ما اتكونتش اصلا عنده، هي اصلا ما اتكونتش عنده. عارفين لو اتضربت اريا 39 دي بيحصل له كلمه اسمها اليكسيا. أليكسيا لا يستطيع التعرف على الحروف والأرقام التي كان يعرفها من قبل. هو يبص على السبورة، هو شايف، هو شايف بس إيه مدلول كل حاجة من دول؟ أنت عارف، أنت عارف بالظبط كده. بس ده إكزامبل، يعني لو أنا دلوقتي كتبت لك إيه كلام صيني هنا على السبورة، هو أنت شايفه ولا مش شايفه؟ لكن مدلوله. فهمت حاجة؟ كذلك الشخص اللي اتضربت عنده اريا، على فكره هو حتى كان بيعرف يقرا، يعني هو كان بيعرف يقرا كويس، لازم يكون كان بيعرف يقرا كويس يا اولاد، كان بيعرف يقرا كويس. هو بعدين اتضربت عنده في الدومينانت سيريبرال هيمسفير، اصبح لا يستطيع التعرف على الحروف والارقام التي كان يعرفها من قبل. قالوا لنا اليكسيا، اليكسيا، ها عارفين اليكسيا؟ وانت رايح اسكندريه بتذاكر مفيش مذاكره، مش كده؟ مفيش قرايه، فهي اسمها اليكسيا مفيش مذاكره، اليكسيا مفيش مذاكره، يعني مفيش قرايه. فهمتني ولا لا؟ ما تنساهاش. طيب بص يا دكتور، هنا دكتور هنا في اريا 37، لازقه في اريا 39، ها؟ دي اسمها انجلر جايرز، اسمها سوبرا مارجنال جايرز، موجوده في الدوبلر. ودي اريا حلوه وليها وظيفه هشرحها في السبيتش عظيمه جدا، بس هناخد فكره دلوقتي. دي مسؤوله عن حاجتين، الحاجه الاولى عن كومبلكس موفمنت، والحاجه الثانيه ايدياس اوف سبيتش. ركزوا معايا شويه، مسؤوله عن الكومبلكس موفمنت. اشهر كومبلكس موفمنت تعرفها سواقه العربيه،
انت عشان تصور العربيه بتعمل ايه؟ ها؟ ايدي ورجلي ها؟ مش كده؟ وعيني مش كده؟ ومرايات وبتاع وركز مع لو حد بيديني كده يعني بعمل حاجات كتير ها؟ هو مركز واحد اللي مسؤول عن الحاجات دي كلها، هو اللي بيشغل الاريا دي كلها. ها هو اريا اسمها ايه؟ 37. فبالتالي انت بتتعلم السواقه، ما اعرفش يسوق ما اتكونتش. فلما يبدا يتعلم السواقه تبدا دي تتكون عنده، فاهمني ولا لا؟ كمان في نفس الوقت اريا 37 دي يا اولاد مسؤول عن حاجه اسمها ايدياس اوف سبيتش. ممكن تركزوا معايا. انا دلوقتي والكلام ده هشرحه لكم بالتفصيل يعني الحصه اللي جايه. لما اقول انا مثلا يعني مثلا اقول كلمه ماما او بابا او اخويا، انا بقول كلمه ماما. جه في دماغي شويه حاجات. ماما بتتكتب ازاي؟ يعني اريا 45 بتتكتب ازاي؟ يعني اريا 44 وشكلها شكلها اللي انا محوشه في حته كده اسمها 18 و19 وصوتها اللي انا محوشه في اريا اسمها 22، واخد بالك؟ طب يعني معلش انا جبت اريا من هنا واريا من هنا واريا من هنا عشان اجمعهم كلهم في حاجه واحده اسمها ماما. طب مين اللي عمل هذا الترابط هذا الاسوسيشن؟ اريا اسمها 37. فهمتوا حاجه؟ لو اتضربت اريا 37 في الدومينانت هيمسفير هيفقد الكومبلكس موفمنت. لما افقد الكومبلكس موفمنت دي كلمه معلش جديده اسمها ابراكسيا. ابراكسيا لا يستطيع عمل الكومبلكس موفمنت التي كان يعملها من قبل. ما يعرفش يعني دلوقتي ايه؟ دلوقتي هنكمل بس، يعني دلوقتي هو كان بيسوق العربيه، حلو كده؟ وسواق زي الفل، عمل حادثه ضربت اريا 37. يركب العربيه مش عارف يعمل حاجه، لان الاريا اساسا مالها؟ اتدمرت. يبداوا بقى لو الحته مفيش فيها دمار جامد يعني يعلموه الاول، فاهم حاجه ولا لا؟ تبدا تتجو من اول وجديد. بس عايز اقول لكم حاجه، اصل هتيجي ايه بنت ما تعرفش السوق، فتركب العربيه تقول لك ايه ده انا عندي ابراكس، لا ما انت ما اتعلمتيش اصلا. هي ابراكس لازم يكون حد ايه؟ يعني هو خلاص هو كان بيسوق فعلا اصبح مش عارف يسوق دلوقتي باسمها ابراكسيا. لو اتضربت اريا 37 يحصل ابراكسيا. يعني ايه ابراكسيا؟ يعني مش عارف يعمل الاعمال المركبه التي كان يعملها من قبل زي السواقه. او مثلا مش لازم السواقه، تعرف في ست كده تقعد على مكنه خياطه بتشغل رجلها وبتشغل ايديها ومش عارف ايه وعينيها وحاجات كتير، ما دي كومبلكس. يعني اي كومبلكس موفمنت على حسب هو طبعا. لكن الاكزامبل المشهور قدامنا هو كلمه ايه؟ هو كلمه سواقه العربيه. نفس الكلام قلت لكم 37 ليها اكشن تاني، بتربط ماما بتربط حاجات ببعضها. عارفين لو اتضربت اريا 37 اصبح الكلام متلخبط. بقى عنده حاجه اسمها ايه؟ سلطه. كلام سلطه يعني ايه سلطه؟ يعني الوان كتيره. ها يعني ايه سلطه؟ يعني كلام متلخبط. وقالوا عليه جارجون سبيتش. يونس شلبي في مدرسه المشاغبين يقول كلام ملوش علاقه ببعض. ها دلوقتي عشان اقول لك ايه؟ يقول لك مثلا يعني فور اكزامبل يعني. يقول لك ايه؟ الوقت كالسيف طلع البدر علي. ايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه ده بده؟ في علاقه؟ ها هو جاب كلمه من هنا وكلمه من ايه؟ جاب حاجه من هنا وحاجه من هنا. لما يجيب كلمات ما لهاش علاقه ببعض يبقى اسمها ايه؟ سلطه، سلطه سبيتش، يبقى اسمها جارجون سبيتش. اريا 37 اسمها سوبرا مارجنال فيرس. مسؤول عن حاجتين، عن الكومبلكس موفمنت والايدياس اوف سبيتش. لو اتضربت هيحصل ابراكسيا، مش هيعرف يعمل كومبلكس موفمنت ويحصل سلطه سبيتش، الكلام بتاعه يبقى ملوش علاقه ببعض ولا انت ولا اي حاجه باي حاجه. لمولي لمولي البرايتال لوب. البرايتال لوب عباره عن ايه؟ اريا 1 2 3 اسمها كورتيكال سنسور اريا. وظيفتها بتستقبل كورتيكال سنسيشن من الاوبزيت هاف اوف ذا بودي. عضو الجسم مرسوم فيها بالعكس، الحتت الدقيقه مساحتها كبيره، الاحساس فيها عالي مساحتها كبيره والعكس. لو حصل فيها ليجن يا اريتيشن يا ديسترشن. لو حصل فيها اريتيشن ها يحصل كونترالاترال سنسور جاكسونيان فيس ويز فوكال اونست اند. بس طبعا هيبقى احساس شكشكه تنميل كهرباء اي حاجه الم مش كده. لما يحصل فيها ديستراكتيف ليجن يحصل كونترالاترال كورتيكال سنسور لوس. اريا 39 دوت الايه؟ الهاير سنتر مسؤول عن القراءه ريكوجنيشن اند ريكول اوف نمبرز اند ليترز. لو اتضرب يحصل كلمه اسمها اليكسيا. اريا 37 مسؤوله عن حاجتين، كومبلكس موفمنت والايدياس اوف سبيتش. لو اتضربت الكومبلكس موفمنت يحصل ابراكسيا، لكن الايدياس اوف سبيتش يحصل حاجه اسمها سلط سبيتش او جاركون سبيتش. يبقى ده كله خاص باريا اسمها بارايتا. ناخد اسئله يلا. بالنسبه مثلا لاريا 39 مثلا هو دلوقتي كان لما يبص للكلمه هو عارف ان هو كان عارفها بس مش عارف. لا لا هو مش عارف، هو لا هو شايف حاجه بس مش عارف مدلولها ايه. ما اعرفش خلاص ما اتضربت، ما دي اللي كانت بتفتكر. بس هو شايف يعني نظره سليم، واخد بالك؟ يعني لا لا الكم هو الاكل محتاج كومبليت.
ده الاكل سهل يعني. لا 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 مش هتقول ايه طب ان شاء الله كل اللي وراك هتقدر ايه. لا مش الحاجات المركبه اللي فيها كذا حاجه مع بعض. اللي هي البري فرتل؟ لا مش دي بتاعت الموقف دي. ممكن مثلا اشوف حد افتكر موقف حاجه كده. دي بتاعت مواقف لكن مش بتاعت كلمات. هنا مواقف مواقف. لا 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 خالص. لا لا دي لا ده دي خاصه بكده بس. دي وظيفتها كده. لكن دي كل حاجه. لكن دي كده بس. ده شغلها بس. اللي انا بستخدمها طبعا. يعني مثلا اقول لكم ميسي مثلا. هتلاقي الموتور ايريا ميسي. انا مش بتريق اهو. رونالدو لاقي البريف راد بتاع الايريا فور بتاعته كلها هي كلها رجل. فاهم حاجه؟ ايوه مش دي الحاجه. لا انت بتضحكوا عليه بجد والله. هو دي كلها ايه؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ فاهمين حاجه؟ واحد مثلا خطيب وفروه واخد بالك؟ او مثلا حد بيدي محاضراته مش عارف هتلاقي البروفا سيريا بتاعته. يعني كل واحد على حسب يعني الشغل بتاعه. ربنا بيديك بقى الحاجه اللي انت بتقعد تشتغل فيها كتير فانت تتطور. فاهمين حاجه ولا لا؟ ولا هو انا بعرف تقف تتكلم ازاي؟ ها؟ لا مش هتعرف ليه؟ عشان انا متعود ان انا بعمل كده. فالمركز اللي انا بستخدمه كتير كل يوم كل يوم كل يوم خلاص بدا يبقى متطور اكتر ويشتغل بسهوله من غير ما افكر فيه كمان. فهمت حاجه ولا لا؟ هي كده هي كده خلاص؟ ليه؟ هو ماله البريفرونتال لوب ده بتاع البيرسوناليتي والبيهيفير ماله والقصه؟ كل واحد مختص. قصدك لو جالي ديستراكتيف ديجنشن دي كلها على بعضها كل الوظائف فقدت. يعني بصوا يا اولاد دلوقتي بنقول لك ايه؟ لو حصل ليجن هنا يحصل كذا، ليجن هنا يحصل كذا، اوكي. بس لو جالي ديستراكتيف ديجنشن وشال كله ما هو ممكن حد يبقى عنده. يعني بص يا دكتور مش عارف يعبر عن نفسه لا بالكلام والكتابه، وعينه مش عارفه تبص للناحيه الثانيه، وعنده شلل والهايبرتونيا، وعنده لو فقد البرسون. يعني عادي يعني ممكن حد يحصل له كذا اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني مش لازم حاجه واحده. خلاص؟ بصوا بقى ده اسمه ايه؟ ها؟ تمبورال لوب. هذا التمبورال لوب في اريا مهمه، اريا اسمها 41 و42 اسمها اوديتوري اريا. اوديتوري بتاعت السمع اللي بتعمل بيرسبشن اوف هيرنج. انت بتسمع فالاشاره توصل لغايه اريا 41 و42. بس في حاجه جميله جدا هنا يا ولاد انها بتستقبل من الودنين. انت عارف الصوت بيوصل لغايه الانر ايير. يمشي حاجه اسمها كوكليير ديفيجن يتحد مع الفيستيبولو رقم 8 ويفضل ماشي. بس ركزوا معايا اللي جاي من ودني اليمين رايح لاريا 41 و42 اليمين والشمال، واللي جاي من ودني الشمال رايح للناحيه الشمال والناحيه اليمين. يعني في بايلاترال ريبرزنتيشن. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه ممتازه. ليه؟ عشان لو اتضرب هنا اريا 41 و42 في ناحيه، الناحيه الثانيه بتعوض. يقول لك يحصل جاست امبيرمنت اوف فيرنج وليس نص. جاست لماذا؟ لماذا؟ لانها بايلاترالي ريبريزنتد. ودي حاجه ممتازه، حاجه حلوه مفهومه. الحته الثانيه اريا 41 و42 يحصل فيها ليجن، هي اريتيشن ديستركشن. لو حصل فيها اريتيشن يحصل كلمه اسمها اوديتوري هالوسينيشن. هو اوديتوري يجي حد كده ومحدش بيتكلم، يجي لك واحد يقول لك يا دكتور انا بسمع اصوات والله العظيم ابويا اللي مات بقاله 20 سنه بيجي يكلمني. ها في حاجه بتيجي؟ هو محدش بيكلمه، هو محدش بيعمل له حاجه، لكن هو عنده ايه؟ اريتيشن، كان حد بيكلمه. وبس يا جماعه بقى بتقولوا ايه مش وقته، وبعدين يقول لك ده مش عارف مخاوي جن ولا ايه ولا مجنون، هو بتعملوا عليه حاجات. هو مشكلته فين؟ ان عنده اريتيشن بين كام؟ فاهمين حاجه يا ولاد ولا لا؟ يبقى اريا 41 و42 دي بتعمل بيرسبشن اوف هيرنج من الناحيتين. يحصل فيها اريتيشن يبقى اسمه اوديتوري هالوسينيشن، هلوسه. هلوسه. ولو حصل فيها ديستراكشن يحصل جاست امبيرمنت وليس توتال لوس. لماذا؟ لانها بايلاترالي ريبريزنت. حصل في الاثنين. اه خلاص ضربوا الاثنين هنعمل ايه بقى؟ ده فرق الناحيتين. بص يا دكتور في هنا اريا مهمه برضو جنبها ودي ريليتد ليها اسمها اريا 22 موجوده في الدوميننت بس. اسمها اوديتوري اسوشيتد اريا. دي مسؤوله عن ريكوجنيشن اند ريكول اوف ساوندز. يعني اتعرف على الاصوات الذي كان يعرفها من قبل. لازم اكون حاجات انا يعني اقول لكم حاجه. مش كلنا عارفين صوت ماما او صوت بابا او اخواتنا. مش كلنا يا ولاد دلوقتي. انت مثلا معدي من قدام كافتيريا كده ولا حاجه ولا كافيه ولا بتاع ولا قهوه. بص يا دكتور وبعدين في ماتش كوره فانت قلت اللي بيعلق على الماتش ده مثلا مش عارف عصام الشوال مثلا يعني.
اللي بيغني اللي بيغني جيمو كلثوم، اللي بيغني ده عبد الحليم، اللي بيغني ده عمرو دياب مثلا، انت بتعرف ازاي صوت الناس دي؟ عن طريق ايه؟ ال 22 بناء على الخبرات قبل كده. يبقى انت الاصوات اللي انت عارفها بتحوشها فين؟ على فكره دكاتره اللي هم دكاتره القلب، دكاتره القلب يحط السماعه على القلب يقول لك ده في مرمر بتاع كذا. مش انت ساعات مثلا بتسمع مرمر تقول لي انا سمعته قبل كده بتاع كذا، ما انت محوشه في مكان ده. بس طبعا الاريا دي عندكم انتوا عارفين بتتضرب في امتحان الكلينيكال. فانت سامع اورتكس نوز مليون مره قبل كده وتيجي تسمعه، هو من ناحيه سامع انت سامع. هو انا سامع حاجه، هو انا ايه؟ سامع، بس ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ معرفش. يبقى عنده اوديتوري اجنوزيا. يعني ايه اوديتوري اجنوزيا؟ لا يستطيع التعرف على الاصوات التي كان يعرفها من قبل. لا يستطيع التعرف على الاصوات التي كان يعرفها من قبل. على فكره دي مشهوره جدا، هقول لكم بس عشان تفهمي. الطفل الصغير عنده سنه قاعد في الاوضه دي معانا، مامته جت بره فاتكلمت او نادت عليه، بيعرفه ولا لا؟ يبقى هو محوش الصوت فين؟ فهمتوا حاجه ولا لا؟ واحنا كده، احنا كده. لو حد مثلا لو سلطان اتكلم بره او حد اتكلم بره او حد مش عارف، فاهم؟ فانا سامع صوته، انا هقول فلان ده اللي بره، ما انا عرفته من صوته، عرفت بيريا كام؟ لو ضربت بيريا 22 انا سامع ولا مش سامع؟ بس مش عارف انا سامع ايه، بسمعه اوديتوري اجنوزيا، ودي موجوده في الدوم. خلصت؟ يبقى لي 41 42 بتعمل بيرسبشن اوف هيرنج، اريا 22 دي الاسوشيت بتعمل ريكوجنيشن. لو حصل اريتيشن في اريا 41 42 هتنطقوا اسمها موديتوري هالوسينيشن. لو حصل فيها ديستراكشن جاست امبيرمنت. ها لو حصل اريا 22 دي اوديتوري اسوشيتد اريا فور ريكوجنيشن اند ريكول اوف ساوندز. لو حصل فيها دايما بيكون ديستراكتيف ليجن يحصل كلمه اسمها اوديتوري اجنوزيا. في مشكله؟ طيب بص يا دكتور، هنا كده الحته دي الحته المظلله دي الجزء المظلل ده اسمه ليمبيك سيستم. ليمبيك سيستم واسمها الثاني انكس وهيبوكامبس. ليمبيك سيستم وخلاص، انكس وهيبوكامبس دي فيها كذا وظيفه الحقيقه. الوظيفه الاولى يا اولاد دي بتعمل بيرسبشن للسمال، الشم. حلو كده؟ انت بتشم الحاجه بتوصل فين؟ هنا. وعلى فكره لحسن الحظ انها بايلاترالي ريبريزنتد. يعني ايه يا دكتور؟ بص يا دكتور بالراحه كده، انت عندك اولفاكتوري نيرف يمين وشمال، النيرف اليمين ده يفضل ماشي يروح للناحيه اليمين وللناحيه الشمال. ها والاولفاكتوري اللي في الناحيه الشمال يروح برضه اليمين ويروح للناحيه الشمال. لو حصل اخلصوا من الحته دي، لو حصل فيها اريتيشن، يحصل له كلمه اسمها اولفاكتوري هالوسينيشن. يعني ايه؟ انا شام ريحه شياط، انا شام ريحه حاجه وحشه، انا شام ريحه حاجه حلوه. فاهمني ولا هو ما فيش ريحه، هو بس اللي شمامها، يبقى عنده اريتيشن في هذا المكان. طب لو ضربت في حته واحده؟ لا هو يعني جاست امبيرمنت لانها بايلاترالي. على فكره نفس الكلام لانها بايلاترالي بريزنتد. وعلى فكره ركزوا في الحته دي، دي الاريا دي بتدي اشاره لنوع من انواع الابيليبسي، حاجه اسمها سايكوموتور ابيليبسي. لغايه ما ناخدها، واحد يا اولاد او حد بيجي له اتاك، بيحصل ايه في الاتاك دي؟ اول حاجه يقول لك ريحه شياط، في حاجه بتتحرق، ده اول حاجه. بعدين يقعد يفنح كده شويه، بعدين يصول ويقول في الشقه رايح جاي، بعدين يخرج يركب العربيه ولابس البيجامه ويمشي باقصى سرعه ويعمل حادثه ويلف ويرجع يحط العربيه في الجراج ويطلع ينام، يصحى الصبح ناسي كل حاجه. فهمتوا حاجه؟ والله ما فيلم، والله دي حاله مرضيه اسمها سايكو موتور ابريس. بتيجي الاتاك، هشرحها لكم بالتفصيل، هناخدها في وقتها يعني. ها لما بتيجي الاتاك دي لقوا ان الخلل بيكون فين يا ولاد؟ يبقى دي بتدي اوريجن لحاجه اسمها كانوا زمان يسموها تمبورال لوب سندروم، كانوا يسموها سايكو موتور ابريبسي. ها ليها كذا اسم، فهمتوا حاجه ولا لا؟ طيب الاريا دي كمان، الاريا دي مسؤوله عن الريسنت ميموري. الريس ايه؟ ايه؟ الولد عمل كده؟ الولد عمل كده ليه؟ على فكره احنا خدنا حاجه، يبقى هنا الاولد ميموري وهنا ريسنت ميموري، يبقى الميموري حاجتين. عشان كده في الكلينيكال لما اسال حد عن الميموري بساله سؤالين، بساله عن حدث تاريخي، حاجه تاريخيه الناس كلها عارفاها عشان الحاجه الاولد، وبساله عن حاجه جديده عشان الريسنت، لان في مكانين مش سؤال واحد، لازم سؤالين، لازم ريسنت ميموري واولد ميموري. يعني مثلا وانت بتعمل وانت شغال في الكلينيكال عايز تساله عن الريسنت ميموري عشان التمبرال، تقول له ايه؟ هتقول له بعد ما تسلم عليه انا اسمي فلان الفلاني، بعد 5 دقايق تقول له انا اسمي ايه؟ يبقى دي كلمه اسمها ايه؟
ريسنت ميموري. طب الاولد ميموري ازاي؟ اتجوزت امتى؟ بس مش شرط لما تقول له اتجوزت امتى لازم تكون عارف هو اتجوز امتى، مثلا تبقى مراته معاه او حد ما عارف هو اتجوز امتى مني ولا لا، تقول له مش عارف حرب 6 اكتوبر سنه كام مثلا، يعني لو هو حد يقول لك سنه 73 مثلا، ها تقول له ثوره 25 يناير سنه كام، يقول لك 2011 كده، يبقى دي حاجه ايه؟ دي حاجه ايه؟ حاجه قديمه. لكن الحاجه الجديده تساله عن اسمك بس تكون قايله عليه وتقول له عليه باهتمام. فهمتوا حاجه ولا لا؟ تاني الليمبيك سيستم او الانقس والهيبوكامبس ليها وظيفتين، الوظيفه الاولى بيرسبشن اوف سمال والوظيفه الثانيه هي ريسنت ميموري. بيرسبشن اوف سمال لو حصل فيها اريتيشن انتوا هتنطقوا ولا لا؟ انتوا احنا عايزين نخلص عشان ناخد بريك، احنا مش هناخد بريك لما فاضل لي دي وكلمتين هنا وخلصت. لا فوقوا معايا اخلصوا. لو حصل اريتيشن هنا والفاكتوري هالوسينيشن، لو حصل ديستراكشن جاست امبيرمنت اوف سمال لانها بايلاترالي ريبريزنتد، لو اتضربت هيحصل ايه بقى؟ الميموري جفت من اي ذاكره، الذاكره الحديثه، بينما لو ضربت البري فرونتال لوب هيبقى الذاكره القديمه. مفهوم الكلام؟ طيب ده اسمه ايه؟ اوكسيبتال لوب. اللي ورا اسمه ايه؟ اوكسيبتال لوب. في اريا اسمها اريا 17 دي اللي بتستقبل الفيجن. فالسمع عندي ركزوا في الحته دي، انا عندي اريا 17 يمين واريا 17 شمال. اريا 17 اليمين ودي هناخدها في الجزء الثاني، اريا 17 بيوصل لها الايمج ده، واريا 17 اللي في الناحيه الثانيه بيوصل لها الايمج ده. هتفهم حاجه؟ ها لما تجمعهم على بعض يبقى انت شايف رؤيه كامله. يعني مثلا يا اولاد انا اريا 17 الشمال بتاعتي شايف بيها الجنبين دول، واريا 17 اليمين شايف بيها الجنبين دول، على بعض يبقى انا شايف الفيلد كله. فاهمين حاجه؟ خلاص اسال السؤال، اسال السؤال. خايف والله خايف لو ضربت اريا 17 شمال يبقى انا مش شايف كده. النصين دول اسمها كونترا لاترال هومونوموس سيمي الوبيا، نفس الناحيتين هومونوموس مونوموس سيمي الوبيا. ما انا عارف انكم خدتوها مع حاجات كتير خدناها. لو ضربت اريا 17 في اليمين كونترا لاترال هومونوموس، وهقعد اشرح لك هي جت ازاي، هقعد اقول لك جت ازاي كمان شويه وهنقولها في التفاصيل المميزه، بس ركزوا معايا. الحته دي اللي في النص دي ها دي كده اسمها ماكيولا. اسمها ايه؟ الماكيولا دي على مستوى الكورتكس جاي لها دبل بلس ابراج، جاي لها دبل. فلو حد اتضرب عنده الاوكسيبيتال كورتكس بفاسكولار اوكلوجن، يعني البوستيريور سيريبرال ارت اللي بيغذيها هو اللي اتضرب، هيحصل كونترا لاترال هومونوموس هيمي انوبيا وذ ماكيولار سبيرنج، لان جاي لها دم تاني من حاجه اسمها ميدل سيريبرال ارت. كمان مره لو حصل تروما وجابت له اريا 17 في الناحيه اليمين كونترا لاترال هومونوموس سيمي انوبيا، لو حصل تيومر وطلع في اريا 17 في الناحيه الشمال كونترا لاترال هومونوموس سيمي انوبيا، لو كان السبب فاسكولار اوكلوجن في اي ناحيه كونترا لاترال هومونوموس سيمي انوبيا وذ ماكيولار. عشان اقول كلمه ماكيولار سبيرنج لازم شرطين، يكون الليجن على مستوى الكورتكس ويكون الليجن فاسكولار. فاهمين حاجه؟ اشمعنى فاسكولار؟ لان ده بتعتمد على البلاد سبلاي، الحته دي جايه لها دمين، جايه لها دبل بلاد سبلاي. قشطه. في اي مشكله؟ حد متعسر في حاجه؟ بص يا دكتور. هو يا دكتور لو عملنا له الفيلد بتاعه هتلاقيه شايف كده، شايف عنده الحته دي، الحته اللي في النص شايفها. لان جايه لها دم تاني، هنقولها بالتفصيل، ركزوا بس معايا. اريا 17 وظيفتها بيرسبشن اوف فيجن. الليجن اللي فيها نوعين، يا اريتيشن يعني. يلا اريتيشن. فيجوال هالوسينيشن يعني مدينه الاشباح بقى، انا شايف الملائكه ماشيه من وراكم. ده في عفريت خرج كده بسرعه. ها شايف حاجات، هو في حاجه. هو بيتهيأ ان هو ايه؟ لان في اريتيشن. طب لو حصل ديستراكشن كنت مش هيشوف. كونترا لاترال هومونوموس هيمي انوبي اند اف فاسكولار. كونترا لاترال هومونوموس هيمي انوبيا وذ ماكيولار. اتفهمت ولا لا؟ فيها مشكله؟ طيب بص يا ولاد بيساعدها اريا اسمها 18 و 19 ودول موجودين في الدومينانت بس، وعلى فكره وظيفتهم باينه جدا قدامكم. ها اسمها فيجوال اسوشيتد اريا ريكوجنيشن اند ريكول اوف ايمج. مش انتوا مش احنا قعدنا شهر ما نشوفش بعض؟ بس لما اتقابلنا عرفنا بعض ولا ازاي؟ ما احنا محوشين بعض في الذاكره دي. في حد ما شفتوش من خمس سنين شفته، انت ممكن تتنح شويه بس ايه؟ هتعرفوا عن طريق مين؟ خلاص ممكن تردوا عليا. لو اتضرب الـ 18 19 يحصل فيجوال
اجنوسيا. فيجوال اجنوسيا يعني ايه فيجوال اجنوسيا؟ ها يعني انا شايف، انا شايفه ولا مش شايفه؟ ما هي لسه 17 شغاله يا اولاد. ها انا شايف بس انا مش ايه؟ على فكره العيال الصغير لما بيشوف مامته بيعرفه ولا لا؟ هو بيشوفها بيري ايه؟ بس بيتعرف عليها بيري لو اتضربت قال 18 و19 هو شايف بس ايه؟ وعلى فكره دي اللي بيقول في الافلام الهابطه يقول لك ده فقد الذاكره، بس هي كلمه ناقصه، هو فقد الذاكره البصريه. هي اسمها كده، مش يقول لك ايه؟ فلان ده مش عارف مراته ومش عارف ولاده، يبقى فقد الذاكره البصريه، البصريه اللي اسمها فيجوال اجنوزيا. فهمتوني ولا لا؟ برضو ايه الحاجه؟ ايه 18 و19 دي؟ بتاعت حاجه اسمها ريفلكس كونجكت اي موفمنت. انا عايز كل واحد منكم فاتح الكتاب كده وبيقرا، بص على عينك، بص انا تقرا حاجه. عينك ماشيه من اول السطر لاخر السطر، ده ريفلكس. دي مش بولاند، دي مش مزاجك، حاجه كده ريفلكس. انت لو جبت اول السطر لازم تجيب اخره. جرب وما ترخمش. بس انا ممكن اثبت عيني، لا انت كمل، سيب نفسك للطبع، انت عينك ماشيه كده. اللي بيعمل الحركه دي، بس دي اصلا مش مهمه قوي، دي اسمها دي انفولانتري كونجكت اي موفمنت اللي بيعملها اريا 18 و19 الاوكسيبيتال لوب. في اريا اسمها 17 فور بيرسبشن اوف فيجن. الفيجن اللي فيها نوعين، يا اريتيشن اند ستراكشن. اريتيشن ما يحصل فيجوال هلوسينيشن، ديستراكشن كونترا لاترال هومونوماس سيميا انوبيا او كاوتيف فاسكولار، يبقى في ماكيولار سبيرنج. اريا 18 و19 اسوشيتد اريا بتساعدها فور ريكوجنيشن اند ريكول اوف ايمج، مسؤول عن حاجه اسمها انفولنتري كونجكت اي موفمنت. لو حصل ليجن في 18 و19 في الدوميننت سيريبرال هيمسفير بيحصل له كلمه اسمها فيجوال اجنوزيا. فيجوال اجنوزيا هو شايف بس مش عارف هو شايف ايه. هو شايف كويس، ودي اللي بنقول عليها فقد الذاكره الايه؟ الذاكره البصريه. ما رايكم لو قلت لكم ان في اثنين ارتريز، واحد اسمه رايت ها بوستيرور سيريبرال، واحد اسمه ليفت، كل واحد منهم بيغذي ناحيته، يعني الرايت اوكسيبيتال لوب ليها ارتري والليفت ليها ارتري، ايه رايكم لو الارتري اليمين اتقفل؟ هيحصل كونترا لاترال هومونوموس هيما انوبيا ويز ماكيولار سبيرنج، مش كده ولا لا؟ والمريض ده ها المريض ده ممكن يحصل له حاجه اسمها، طبعا لازم نتدرب على الناحيتين. بصوا يا اولاد الحته دي 18 و19 مش موجوده في الناحيتين، ها دي موجوده. انا دلوقتي لو قلت ايه ضربت الناحيه اليمين ما عنديش مشكله، لان دايما الدوميننت في الناحيه اليمين. طيب لو انا ضربت البوستيريور سيريبرال ارتري على الناحيه الشمال، يبقى عنده كونترا لاترال هومونوماس سيمي انوبيا ويز مايكرو سبيرنج، وكمان وكمان بقى عنده فيجوال ايه؟ لانها موجوده فين بس؟ وقيس على كده اي حاجه موجوده في الدوميننت. مين باي واي كده، باي واي يعني مين يقول لي الحاجات اللي موجوده في الدوميننت؟ خليك منظم بقى، خليك منظم. في الفرنتال 44 و45 ها، في البرايتال 37 و39 في التمبرال 22 وادي في الاوكسيبتال 18 و19 يبقى دول اللي موجودين فين؟ يعني انا رايت هاند دول موجودين فين؟ لكن باقي الارياز موجوده يمين وموجوده شمال. دكتور هي دي بس الارياز اللي في الكورتكس في اضعاف الارياز دي، بس دي اللي خلاص اللي عرف الوظيفه بتاعتها، ودي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا. وعلى فكره اللي ما نعرفوش اكتر من اللي نعرفه، فاهم حاجه ولا لا؟ يعني دي اللي الناس عارفاها، اللي خلاص اللي دي الوظيفه بتاعتها وكفايه عليكم كده. يعني هو لو نعرف حاجات ثانيه هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه. فاهمني ولا لا؟ ده هو كده حلو يا دوبك الدنيا ماشيه. بس انا عايز منكم حاجه، الحته دي تتحفظ، دي تتحفظ. والله هنحتاجها ثلاث مرات هنحتاجها ثلاث مرات ورا بعض. اقول لك طلع تيومر هنا، حصل فاسكولار اوكلوجن هنا، ها واحنا بنتكلم عن سبيتش هنقعد نتكلم عليها كتير جدا. هنعمل بريك مدته قد ايه؟ 5 دقايق. لا هو يبقى ربع ساعه دي عشان عندنا بعد كده التراكس والاوبتيك ان شاء الله. وانا ماليش بريك، انا كمان النيورولوجيكال سيستم عباره عن موتور سيستم وسنسوري سيستم. الموتور سيستم عباره عن ابر موتور ولور موتور، وبيساعدهم كده حاجه اسمها ها سيريبيلوم. احنا عايزين دلوقتي في الجزء ده نعرف ايه هو الابر موتور البراند ده جاي منين وماشي ازاي، ونعرف التراكتس اللي هي شايله السنسيشنز برده ماشيه ازاي، عشان دي بتدخل معانا كده في تركيبات في حاجات في بعض الامراض تبقى مهمه جدا. بص يا دكاتره، ده كده، ده هنا كده، ده السيريبرال كورتكس اوكي، وده حاجه اسمها انترنال كبسول سيريبرال كورتكس. تحتيه هنا في البرين ستيم. البرين ستيم ده كما تعلمون ميد برين ها وبونس ومظله اوبلونجاتا، انا كده طبعا في السباينال كورد.
اهم موتور تراك في جسمنا، اهم موتور تراك واكبر موتور تراك واعظم موتور تراك عندنا هو اسمه البيراميدال اللي هو القمر موتور. يعني دوت بياخد اشاره الاورج، لسه قايلين من شويه بياخد اورج من ايه؟ ها اريا 4 وحته كمان من اريا اسيس، وبعدين الفايبرز بتاعته تتجمع كده، هي اتجمعت من هنا في حزمه، الحزمه دي اسمها كورونا رادياتا، يعني هو مفوكه النيرف سيلز في الكورتكس، بعد كده الاكسس بقى اسمها كورونا رادياتا، اتجمعوا اكتر وعملوا تراكت. هذا التراكت نزل في الانترنال كبسول. الانترنال كبسول ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن ثيكنينج او باند اوف وايت ماتر اوف برين سبستانس. الحاجات اللي جايه من فوق لتحت الموتور بتعدي عليه، والسنسوري اللي جاي من تحت لفوق لازم يعدي عليه. وهو ليه بلاد سبلاي، كانوا حاطه تقويه بيديهم غذاء، يقعد يديهم غذاء يغذيهم. الانترنال كبسول ده شكله عامل كده، بص على صباعي عامل كده، بصوا لي كده، عباره عن anterior limb و posterior limb و genio ركبة. anterior limb و posterior limb و genio. البيراميدال بينزل في الجينيو والحتة الأمامية من البوستيرو limb. بيراميدال تراكت descend in genio and anterior one third of posterior limb of internal capsule. ده الانترنال كبسول. يبقى البيراميدال نازل هنا واخد الجينيو، واخد حتة منين؟ من البوستيرو limb، من البوستيرو يعني الانتيرور بارت او البوستيرو limb. بس البوستيرو limb هو خد الجزء الامامي منه وفضلت نازله. الفايبرز تفضل نازله كده في ناحيتها، في نفس الناحيه لغايه اللور بارت او مظله اوبلونجاتا. معظم الفايبرز 80% او اكتر بيعدوا للاوفز سايد، يفضلوا معديين عشان يروحوا للناحيه الثانيه. اصبح البيراميدال اللي طالع من الناحيه الشمال راح يتحكم في نص جسمي، ودي لونها مش اريا فور، بتتحكم في نص الجسم المعاكس. يبقى البيراميدال رايح للناحيه الايه؟ المعاكسه. فهمت الحته دي ولا لا؟ طيب قلنا من شويه او مش فاهم شويه في اول المحاضره، قلنا ان البرين ستيم ده يحتوي على نيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرفس، يعني مثلا هنا 3 و4، هنا 5 و6 و7، 5 و6 و7، 9 و10 و11 و12، 9 و10 و11 و12، صح يا ولاد؟ طول ما البيراميدال نازل عمال يغذي النيوكليات اوف الكرينيال نيرفس. واقول لكم كلمه رهيبه، حاجه تحفه، طول ما البيراميدال نازل عمال يغذي مين؟ كل نيوكليس من دول بتتغذى من البيراميدال على ناحيتين. ما انا عندي بيراميدال تاني هنا مش محتاجه، عارفين ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى كل نيوكليس بتاخد من الاثنين بيراميدال. حاجه حلوه ولا مش؟ يعني مثلا النيوكليس دي رقم 3 تاخد من البيراميدال ده والبيراميدال التاني، وده حاجه ممتازه يا ولاد، حاجه تحفه. عشان كده لو ضربت البيراميدال في ناحيه ولا يهمني حاجه من الناحيه الثانيه. وهذا الكلام بيتطبق في كل الكرينيال نيرفس ما عدا حاجتين، ما عدا اللور فيشيال تمام والهايبوبلوسال، دول بياخدوا فروم ذا اوبوزيت سايد اونلي. هتفهم حاجه؟ اول كرينيال نيرفس ار bilaterally supplied by pyramidal except lower fascial و hypoglossal، دول بياخدوا من الموز سايد. كل المصريين، كل المصريين، انا ضربت البيراميدال شمال هنا هيحصل لي هيبليجيا يمين ولا ايه؟ مش ضربته فوق هنا هيحصل لي هيبليجيا يمين، في نفس الوقت يحصل لي lower fascial و hypoglossal يمين. ليه؟ ما هو lower fascial و hypoglossal بياخدوا من الشمال بس، انا ضربت البيراميدال الشمال حصل شلل فين؟ يمين. حصل شلل فين؟ يمين. وحصل فيشل وهايبوجلوسال فين؟ يبقى الفيشل وهايبوجلوسال يمين في نفس الناحيه اللي فيها باراليزز، وكلهم على الاوبزيت سايد اوف ليجن. اتفهمت؟ ضربت البيراميدال الشمال يحصل شلل فين؟ ولازم يكون معاه 7 و12 وهنتظر قدام. انا ضربت هنا، ضربت هنا، ويحصل هيبليجيا هنا، ويحصل 7 و12 هنا. اشمعنى 7 و12؟ يعني مثلا ليه 3 ما اتضربش يا ولاد؟ ليه 5 ما اتضربش؟ ها يبقى جاي له ده اثنين، جاي له سوري فراغ ده من ناحيتين، طالما جاي من الناحيه الثانيه فهي بتعوض. فهمتوا الحته دي؟ عموما قول يا ابني. هو انا حصل لي الحاله دي قبل كده، هو جاي مفيش على الناحيه المعاصره بس ما حصليش هو فيش ولا ما كانش مفيش حقيقيه. كانت هيستيريك. ها؟ خناقه خبطت يعني؟ لا ما خبطتش، خناقه. وبعدين؟ ضغطك عالي يعني ولا حصل يعني حصل لك ايه عشان يجي شلل؟ ما انتش شرح ليك طبعا، يعني حصل لك ايه؟
ايه السبب؟ ما السبب؟ ما سببها؟ هم قالوا لي ان الضغط في المخ عالي وضغط على الجمجمه وكده، وكان عندي هيموفيليا في القطب اللي هو حلو قوي، ما كانش في مشكله، يبقى ما كانش، كانت تحت مستوى الفيشل. دلوقتي لو ضربنا هنا هيحصل ابليجيا في الناحيه الثانيه، ولو انا ضربت هنا هيحصل في نفس الناحيه، مش هيبقوا معايا كرين نيرفس. يعني على حسب الليفل بتاعي فين، انا بقول فرضا لو انا ضربت فوق يعني بعد الشر عليك مش بس هو كان هيستريك يعني هيستريك يعني لو عصبتك هيحصل لك. طب ما كده ده معناه هيستريك، انت هيستريك خلاص. انا عارفك من زمان يا روت، انا بقول لك هيستريك. اسمع كلامي، بص يا دكتور، الفايبرز البراند اللي هو نازل عمال ايه؟ عمال يغذي مين؟ يعني يغذي ده ويغذي ده، ها ويغذي ده، فاهمني ولا لا؟ الفايبرز اللي بتروح للكرينيال نيرفز وتغذيها اسمها كورتيكو بالبر. سهله بقى، كورتيكو من الكورتكس، بالبر يعني بتخلص اخرها هنا. وبعدين البراند اللي بيعدي الناحيه الثانيه بيوصل لغايه الانتيور هورن سيل، النازل ده اسمه كورتيكو سباين. يبقى هو فوق اسمه ايه؟ لما يكمل تحت يبقى اسمه كورتيكو. على فكره انا خلصت البراند ده بياخد اورجن، خلاص الحته دي يعني. البراند ده بياخد اورجن منين؟ اللي هيقول لي بعد كده فاضل لنا قد ايه؟ او اللي هيقول لي هنخلص امتى؟ في اي محاضره نظري او عملي هيسمع كلمتين هيقفلوه لمده اسبوعين. هيسمع كلمتين طين، ما حدش يقول لي هنخلص امتى. ها تقعد تقول لي ادينا كمان يا دكتور، عايزين تاني. ها ارجعوا كده، ارجعوا انا بصوا انا يعني عايز اقول لكم انا بشرح بقالي 19 سنه. لما بدات اشرح كنت صغير مش عارف حاجه. كنت ادخل للطلبه اللي هم كانوا زيكم بس من زمان يعني 15 16 كده اللي الوقت ده، اقعد اشرح لهم المحاضره ما عنديش حاجه اقولها، واخد بالك مفيش حاجه اقولها. فمش معقول ان يبقى عندي حاجه اقولها تقول خلص، فاهمني ولا لا؟ انا اتعذبت كتير، كان نفسي اقول ده. ما ينفعش طيب انا خلاص انا خلاص انت هو خلاص خلاص انت مش كده؟ ادوني احساس انتوا عايزين تتعلموا، ادوني احساس. يا ولاد الزبوني والله العظيم والله اسهل حاجه عليا، انا عايزكم تكونوا كويسين، دي حاجه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا الامتحان سهل، اقول لك ده سؤال ده مش سؤال، اقول لهم حاجه حتى هذه اللحظه ما خدناش حاجه تيجي سؤال، والنهارده كله مش حاجه تيجي سؤال، بس احنا هو ده ما هو اللي جاي بقى اللي انت هتاخده سؤال مبني على هذا الكلام، فدي حاجه. دي النقطه يا ولاد. على فكره الطريقه اللي بتعلموا بيها في معظم الجامعات بتبقى لو يدخل على طول الدكتور عنده ايه اشرح لي اشرح لك الانجليزي، هو انت مش عارف يعني ايه برامج، يشرح لك يوريجا وانت مش عارف يعني ايه كونترا لترا نورمال والصيني يعني مثلا يعني، فدي مشكله. فده اللي احنا بنعمل الاساسيات. ها فمش كل شويه ايه هنخلص امتى؟ احنا هنمشي امتى يا دكتور؟ ما ينفعش. مين ما سالنيش هنخلص امتى؟ لا واحد واحد هنخلص امتى؟ فعزتكم يعني انت مش عارف كنت صحيح فين. المهم شكرا. البرنامج ده بياخد اورجن منين؟ اريا 4 واريا 6 ماشي؟ والفايبرز بتتجمع في حاجه اسمها كورونا راديال وتنزل في الانترنال كبسول. فين في الانترنال كبسول؟ الجيني والانتير 1 ثيرد اوف بوستيريور ليم، وتفضل لازقه في البرين ستيم في نفس الناحيه، وهي نازله تقعد تدي النيوكليا على الناحيتين ما عدا اللور فيشن والهايبوجلوسال، ها بياخدوا من الناحيه المعاكسه فقط. لما يكون نازل في البرين ستيم الفايبرز يبقى اسمها كورتيكو بالبر. عند اللور بارت اوف بنالا وبرنال يحصل دي كاستريشن، معظم الفايبرز بتعدي للناحيه الثانيه، بعض الفايبرز بتكمل في ناحيتها مش مهمه، لكن معظم الفايبرز بتعدي في الناحيه الثانيه، وتفضل نازله في الكورتيكو سباينال في اللاترال كولم. كورتيكو سباينال لاترال كولم ايه؟ مش قلنا ترانسفير سيكشن كان في لاترال كولم كان نازل فيه البيراميدال؟ هو ده اسمه كورتيكو سباينال، يفضل نازل لغايه لما يوصل للانتير هورنسس بس خلاص ده البيراميدال. خلصت؟ عندي معلومتين. لو ضربت البيراميدال في اي مكان هنا هيحصل كونترا لاترال هيمبليجي، لو ضربته بعد ما عدى هيحصل ايبسي لاترال هيمبليجي. سهله. لو ضربت البيراميدال في اي مكان فوق لو ضربته بعد ما عدى يبقى ايبسي لاترال هيمبليجي. لو ضربته في اي مستوى عالي هنا هيحصل كونترا لاترال هيمبليجي او ياخد معاه 7 و12. مش معنى 7 و12 لكن باقي الكريان ده سليمه ليه؟ لانها بايلاترالي سبلايد باي اشطر كويس. لما اقول كلمه موتور سيستم بقصد بيها بيراميدال وشويه حاجات بتساعده اسمها اكسترا بيراميدال، وبقصد اللور موتور اللي طالع من الانتير هورنس لغايه العضله، اللي طالع من النيوكليس لغايه العضله، وبقصد السيربيلم. هو السيربيلم ده بيساعد يا اولاد الابر، بيساعد الموتور فانكشن. السيربيلم ده عشان الكوردينيشن، عشان الايكوليبريم بتاعك، بس السيربيلم
ما فيش ايدي كاستيشن، يعني السيربيلم اليمين بيتحكم في ناحيه اليمين والسيربيلم الشمال بيتحكم في ناحيه الشمال. يبقى الموتور سيستم اسمه ايه؟ ها برامدر واكسا برامدر واللور موتور وحاجه اسمها ها سيربيلم. انا عايزك بس انت عارف الجزئيه دي وخلاص، انا عشان هتفيدنا في حاجات كتير غير كده مش عايز. الحوار بتاع الابر موتور واللور موتور عملناه في العملي، واللي ما حضروش يحضروا تاني ان شاء الله في العاده يوم الاربعاء عشان يعرف يعني ايه ابر موتور. الناس اللي ما حضرتش تعرف يعني ايه ابر موتور واللور موتور، وده بناخده في العملي باستفاضه. الحته الثانيه الباسورد بتاع السنسيشن. اولا الاحساس اللي بجسمنا على ثلاث انواع، في حاجه اسمها سوماتيك سنسيشن، وحاجه اسمها فيسترال سنسيشن او اوتوماتيك سنسيشن، وحاجه اسمها سبيشال سنس. خاصيه السبيشال سنس والفاكتوري فيجوال واوديتوري، كل دول متشالين وواصلين للسبيشال ارياس في الايه؟ في السيريبرال كورتكس. نمسكها واحده واحده، ما احنا واخدين بقى الشم بيوصل لفين؟ الليمبيك سيستم اوكس هيبوكامبس ها الفيجن اوكسيمتر السمع تمبرال اوديتوري 41 و42 مش كده ولا؟ يعني كل واحد طبعا من الريسبتور وصل فين؟ لمكان معين في السيريبرال كورتكس، ليها بصمه لوحدها فاسمها سبيشال سنس. فيها مشكله؟ طب اوتونوميك، فاكرين الانجينا البين؟ نرجع نذاكر ازاي بيحصل انجينا؟ ازاي بيحصل انجينا؟ بص يا ولاد بالراحه كده، ازاي بيحصل انجينا؟ ها واحد الكوروناري سبلاي بقى ضيق، الكوروناري بقى ضيق فالدم اللي رايح للقلب يبقى قليل، فالقلب يشتغل من غير اكسجين يبقى اسمه انيروبيك. الانيروبيك بيطلع لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد يعمل ستيميوليشن للنيرف اندنج فيحصل لنا تشيست بين. ده بيتشال عن طريق اوتونوميك، بيتشال عن طريق الاوتونوميك. يبقى الفيسترال سنسيشن عن طريق مين؟ الاوتونوميك. ثالث احساس اسمه سوماتيك، والسوماتيك ده سوبرفيشال وديب وكورتيكال. سوبرفيشال بين وتمبريتشر وطش، ديب بوزيشن موفمنت ماسل نيرف فايبريشن، وكورتيكال سنسيشن تاكتايل لوكاليزيشن تو بوينت ديسكريمينيشن جرافيزيزيا ستيريوجنوزس وحاجه اسمها بيرسبشن ريجولاري التفصيل. انا امسك عنوان اسمه سوماتيك سنسيشن، تحت كلمه سوماتيك سنسيشن في سوبرفيشال وديب، وامسك سوبرفيشال. سوبرفيشال اللي هو ايه؟ اللمسه اسمها ايه؟ تاتش. لما اجي اشكك ها بين لما تمسك حاجه ساقعه او حاجه سخنه فيها مشكله، دول اسمهم ايه؟ ها دول سوبرفيشال. الديب صباع رجلك الكبير اللي فوق اللي تحت لعبه وقفه، ها دي اسمها جوينت اللي هو طالع لفوق ده بوزيشن، نازل لتحت بوزيشن، بيتحرك موفمنت ثابت، ده الموفمنت بتاعتنا. لو حد مسك العضله عندك بتحس بيها ولا لا؟ ماسل سنس. لو ايدك اتزحلقت واتخبطت هنا انكهربت. نيرف سنس الفايبريشن بتاعت الموبايل الفايبريشن سنس، وعلى فكره دي بنختبرها بحاجه اسمها شوكر نانا. كلكم اصلا تجيبوا حاجه اسمها شوكر نانا مقاس 128، شوكر نانا مقاس 128 بنفحص بيها حاجه اسمها فايبريشن سنس. ماشي الحال؟ كورتيكال سنسيشن تاكتايل لوكاليزيشن. هو دلوقتي لما انت فاكر لما شكتني هنا قلت لك هي هنا وشاورت على المكان دي اسمها تاكتايل لوكاليزيشن. طب كده ها دي اسمها ايه؟ تو بوينتس ها ديسكريمينيشن، تو بوينتس ديسكريمينيشن. طب بص يا دكتور بص، لما تيجي حاجه تتعرف عليها ستيريوجنوزس، ولما جيت رسمت جورج كده، لما جيت رسمت له جرافيتيزيا، دي كلها حاجات تبع مين يا ولاد؟ تبع الكورتيكال سنسيشن. وفي حاجه اسمها ايه؟ بيرسبشن ريجولاري، مش مهم قوي. بجيب العيان اقعده واجي اخليه غمض عينين واشكه شكتين متماثلتين في مكانين متقابلين في نفس الوقت وبنفس القوه، واقول له حسبني اليوم الاول. يعني على الاقل مش حاسبها، خلاص اسمها بيرسبشن ريجولاري. يبقى انواع السوماتيك سنسيشن سوبرفيشال وديب وكورتيكال. الفقره دي 10 دقايق هنتكلم على ايه؟ على الباث واي، ازاي بيمشوا؟ ازاي بيتحركوا؟ ازاي الاحاسيس دي بتوصل لغايه لما تحس بيها؟ ده اللي عايزين نتعلمه. حلو كده؟ ركز معايا. كل اي احساس في الدنيا بيمر بثلاث مراحل. انا دلوقتي عايز اوصل كهرباء للشقه، فلازم تيجي الكهرباء مش عارف من الخط العمومي توصل لغايه العماره، مدخل العماره، ومدخل العماره لمدخل الشقه، ثم من الشقه تدخل الاماكن اللي عايز اوصل لها كهرباء. احنا نفس القصه، عشان الاشاره توصل من بعيد لغايه الدماغ لغايه لما تحس بيها بتمر بحاجه اسمها 3 اوردرز نيورون. 3 اوردر نيورونز دول عباره عن ايه؟ فيرست اوردر وسكند وثيرد. الفيرست بتاع كل حاجه اسمه دورسال روت جانجليون، دي ثابته. والثيرد في كل الناس لازم يوصل في الاخر للثالمس، اما السكند ده بيكون متغير، ده اللي بيفرق. ده اللي بيفرق على حسب نوع الاحساس. فالبين والتمبريتشر
بيطلعوا بحاجه اسمها lateral spinothalamic. بينما التاتش بيطلع اللي هو simple touch في الventral spinothalamic، بينما الديب سنسيشن ومعاه الفاين تاتش شاطرين بيطلع في حاجه اسمها posterior column. لكن الثابت عندنا هو مين؟ هو الفيرست والثيرد. طب يا دكتور يعني ايه؟ يعني بص حضرتك ده كده، ده هنا مقطع كده ترانسفيرس سيكشن في الايه؟ في السباينال كورد. حلو كده. بص يا دكتور، اي احساس لازم يدخل كده. هنا في حاجه اسمها دورسال روت جانجيون، ليها لاترال بارت. اللاترال بارت ده اللي جاي من النيرف. يعني انا شكيتك ففي ريسبتور اشتغل، حلو كده، او حراره فريسبتور اشتغل، مشي في النيرف، مشي في العصب، وقت ما دخل ايه؟ للدورسال روت، راح تايز الجون، مدخلها جوه، يبقى ليها لاترال بارت جاي من الريسبتور من النيرف وميديال بارت، يدخل هنا. دخل في الحته اسمها ايه؟ دورسال مثل وراي، ها؟ احنا جينا من الريسبتور. ها من الريسبتور دخلنا لغايه النيرف، ومن النيرف الى الدورسال روت، يبقى اللاترال بارت جاب من بره. الميديال بارت ده زق جوه. دخلنا في الحته دي اسمها ايه؟ اسمها دورسال هورن او بوستيرور هورن. فيها هنا هيبدا يعمل ريلي، هيريح شويه، يعني هيتقوى شويه. الريلي هنا في حته اسمها ايه؟ سبستانشيا جلاندولوزا اوف رولاندي. عمل ريلي هنا. وبعدين طلعت منه فايبرز. الفايبرز راحت معديه من قدام السنترال كانال. اول ما عدت كده راحت طالعه في اللاترال سباينوثلامي. وفضلت مكمله. انا دلوقتي بتكلم ده عباره عن ايه؟ احساس الايه؟ احساس البين، ها؟ والتمبريتشر. هو دخل للسبستانشيا جلاندولا فرولاندي، وبعدين راح معدي من قدام السنترال كانال ووصل للناحيه الثانيه، وفضل طالع في حاجه اسمها لاترال سباينو ثلاميك. قلناه في اول المحاضره، يفضل طالع فيه. اول ما نوصل للبرينستم، يا ولاد هنا للبرينستم، اللاترال سباينو ثلاميك ده يبقى اسمه لاترال لامينسكس. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه لاترال ايه؟ لكن ايه الفرق في المسمى في المكان؟ لما كنت في السباينال كورد كان اسمه سباينال ثلاميك، لما طلعت للبريس يبقى اسمه لامينسكس. يفضل ماشي لغايه لما يوصل للثالموس. يبقى انت بتحس. انا على فكره انا خلصت. يلا قولوا لي ايه الباث واي بتاع البين والتمبريتشر؟ فيرست اوردر نيرون، دورسال روت جانجيون، سكند اوردر نيرون، لاترال سباينال ثلاميك، ثم يبقى اسمه لاترال، والثيرد اوردر نيرون الثالموس. فاهم حاجه؟ يبقى الاحساس اللي جينا الناحيه الشمال لازم يعدي للناحيه. فهمتوا؟ ها مفهوم؟ سهله؟ فيها اي مشكله؟ سهله؟ طيب هقول حته صغيره قد كده اهو، قد فتفوته اللي عايز. مرات يا ولاد البينو التمبريتشر يدخلوا، يدخل هنا، يدخل كده وما توصلش لدي، تروح طالع لفوق سيجمنت او اثنين، وتروح داخل على السبستانشيا جلاندولا فرولاندي، وتعمل ريلي وتعدي للناحيه الثانيه وتكمل. يعني تطلع في ناحيتها ايه؟ سيجمنت او اثنين بس تطلع في ناحيتها، وبعدين تروح معديه للناحيه الثانيه وتروح ايه؟ يعني بدل ما دخل كده يا ولاد عمل ايه؟ بدل ما يدخل بالمنظر ده، هو دخل هنا كده، دخل كده، وبعدين طلع هنا، وبعدين راح عمل ريلي فيها وراح معدي للناحيه الثانيه. فهمتني ولا لا؟ الطلعه اللي طلعها الحته الصغيره دي اسمها للساور ستراكت. اسمها ايه؟ ليس له قيمه وليس له مدلول، مش فارق معايا في حاجه، بس عشان تبقى عارفها عشان تقراها في الكتاب. يعني لو طلع في نفس الناحيه شويه يبقى اسمه ايه؟ الساور ستراك، مش فارق معايا في اي حاجه، والله ما فارق معايا في اي حاجه. خلاص كده؟ خد اللي بعدها. الباث واي بتاع السمبل تاتش، الجروب تاتش. ها الفيرست اوردر نيرون يعني نفس الايه؟ نفس القصه، دخل هنا وهنا، عمل ليه هنا؟ نفس الحاجه، وبعدين راح داخل، ممكن يطلع فوق سجن ضدين ويعدي او يدخل على طول. يعمل ايه في السبستانشال جلاندولا اوف رولاند، وبعدين يروح معدي للناحيه الثانيه، يروح جاي للفنترال سباينو ثلاميك يفضل طالع فيه، وبعدين يروح مكمل في اللاترال لامينسكس لغايه لما يوصل للثالموس، ومن الثالموس طبعا يوصل للكورتكس. حاجه يا ولد سهله بقى، يعني هو الفرق في ايه؟ فنترال بدل ما اقول لاترال قلت ايه؟ لكن هما الاثنين نفس الحاجه. سهله؟ والله فاهمين؟ طيب يعني اذا البين والتمبريتشر والسمبل تاتش وصلوا لغايه ايه؟ لو وصلت للثالموس يبقى انت بتحس، بس يطلع من الثالموس راديشن اسمها ثلامو كورتيكال، توصل اريا 1 2 3 فاكرينها عشان تعمل برسبشن للكورتيكال سنسيشن. طب لاحظ كده، يبقى اريا 1 2 3 اللي في الناحيه اليمين جايبه الاحساس من الناحيه صح ولا لا؟ ما هو عشان حصل ديكاستيشن، يا اما اول ما دخل عدى يا اما طلع كام سيجمنت وعدى.
سهلة. حد متعسر في حاجة أكمل؟ طيب الفاين تاتش والديب سنسيشن بيدخلوا عن طريق بص داخل نفس الحاجة اهي اهي داخل كده وعملت ريلي هنا وبعد راح داخل هنا ما راحتش للسبستانشال اللي هتبص طلعت في الحتة دي. اسمعي الحتة دي اسمعي بصوا له كل اللي هي حاجتين جراثيميا كونيت تبقى طالعه في نفس الناحية نفس الناحية لغايه لما توصل للور بارت اوف مظله الروجر هتلاقي جراثيميا كونيت نيوكليي تروح عامله ريلي فيها وتروح عامله ديكاستيشن للناحية التانية وتمشي في حاجه اسمها ميديا لامينيسكس لغايه لما توصل للثالاموس ومن الثالاموس للكورتكس اللي هو مخدوع جيب سنسيشن وفاين تاتش دوسه روجر دخلت انا فضلت ايه؟ طلعت ناحيه وبعدين لغايه اللور بارت اوف مظله عامله ايه؟ وعادت ناحية تانية هو الأحمر ده مين؟ بيرو كمبريتشر والأزرق مين؟ السيفل تاتش والأسود مين؟ طيب لاحظ حاجة البين والتمبريتشر ده تراكت السيمبل تاتش زيه إلا فرق واحد مكان لاتر صغير بس أنا بيبقى اسمه لكن كل حاجة هما زي بعض الديب سنسيشن والفاين تاتش قصة لوحدهم لأن هما طلعوا في البوستيريور كورنر لغاية اللي هو بارت أوف مظلة وبلوكات وكده كده عدوا بس عدوا على مستوى فوق شوية حاجة. والله سهل سهل والله يعني كلهم الفيرست اوردر نيرون واحد والثيرد اوردر نيرون يعمل ايه طيب ممكن بقى ببساطه كده ببساطه مين السكند اوردر نيرون للبين والتمبريتشر لاترال سبينوس هالامك مين السكند اوردر نيرون للسيمبل تاتش لاترال سبينوس هالامك مين السكند اوردر نيرون للديب سنسيشنال فاين تاتش الجراثيم والكورنيت ثم الميديا لامينيس حلو الكلام ولا ايه؟ وكل طالما وصل للثالاموس ممكن بسهوله عن طريق الثلامو كورتيكال يوصل فوق لغايه الايه؟ هنعمل حاجه تحفه. هنعمل حاجه دلوقتي هو ابلايد وهنقولها كتير جدا طول السنه. ها بس خلصت الحته دي ولا لسه؟ خلصت؟ اتفضل. برضه لاترال لامينيسيس. فاكرين البرامدل؟ البرامدل كان نازل صح؟ بينما كل الحاجات بتاعت الاحساس دي ايه؟ طبعا يعني البرامدل نازل والسنسيشن طالع. انا عايز اعمل حاجه حلوه قوي. عايز اعمل حاجه حلوه جدا. هتنبسط قوي والله يا ولاد، هتحس ان انت فاهم نيورولوجي دلوقتي حاجه، تحس انك دكتور دلوقتي. بص يا دكتور. بالقلم الاسود ده هعمل الديب سنسيشن. الديب سنسيشن. دخل اهو. احمد يا حسن. دخل اهو. فضل طالع في ناحيته لغايه اللور برضه بنقدر عامل ايه؟ دي كاستيشن واحنا بنكمل كده حصل ولا لا؟ حد معترض؟ طب لاحظ حاجه ان الديب سنسيشن والبرامدل ماشيين مع بعض بس البرامدل نازل والديب سنسيشن طيب لو انا جيت عملت ليجن هنا كده في الحته دي ضربت الاحمر والاسود الاحمر هيحصل ايبسي لاترال والاسود يمسي لاترال ديب سنسر افكشن حلوه التجميع قوي عاملين كده ليه مش البرامدل عدى انا ضربته بعد ما عدى هيحصل ايبليشن فين؟ يبقى اسمها يمسي لاترال هو الديب سنسر لسه عدى؟ ما انا ضربته قبل ما يعدي يبقى يمسي لاترال انتوا بتفكروا في ايه دلوقتي؟ ولا ما تذاكرش ولا تفهم حاجه ما تفهمش حاجه احفظها الديب سنسر ماشي مع البرامدل الديب سنسر ردوا عليا لو انا ضربت البرامدل الاحمر ده في اي مكان فوق هيحصل الامبليجيا فين؟ لو انا ضربت الاسود ده في اي مكان فوق هيحصل ديب سنسر انفكشن فين؟ مش قلت لكم ما الديب سنسر ماشي مع ايه؟ يبقى لو ضربوا تحت ابسي لاترال امبليجيا وابسي لاترال ديب سنسر لو ضربوا فوق كونترا لاترال امبليجيا وكونترا لاترال ديب حد معترض؟ سهله انزل باللي بعدها خايف والله خايف انا خايف انا معايا حق قول تراكتس تراكتس تمام ماشي بص يا دكتور الازرق ده الازرق ده ها السوبرفيشال سنسيشن بين والتمبريتشر والسيمبل تاتش اول ما يدخل بيعدي ويكمل في الناحيه الثانيه اول ما بيدخل بيعدي وبيكمل في الناحيه الثانيه فانا لما اضربه هنا وهنا 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 كله ايه؟ وعلى فكره الناحيه الثانيه داخل اهو بيعدي كده ويكمل في الناحيه الثانيه يبقى كله ايه يا ولاد؟ انتوا حاجه؟ انا هقول كلمتين
كلمتين وهنقولهم 100 مره وتروح تبص قدام المرايه كده وتقولهم 100 مره تبقى كده اقسم بالله. الديب سنسيشن مع الدرامين والسوبرفيشال على طول كونتر لاترال. الديب سنسيشن والسوبرفيشال على طول. الديب سنسيشن مع والسوبرفيشال على طول. ده قلنا لسه قدامنا 97 مره. الديب سنسيشن والسوبرفيشال. يبقى الديب سنسيشن والسوبرفيشال. قشطه. لو قلتوا دي هنبسط والله العظيم. لو انا عملت هيمي سيكشن هنا فالسبينال كورد ضربت كام حاجه؟ والله انا ده نيورولوجي على فكره خلصت. انا ضربت ثلاث حاجات. يحصل امبليجيا صح؟ فين؟ شاطرين ابس لاتر ديب سنسيشن سوبرفيشال. يعني لو حد ضرب عنده ايه؟ ضرب عنده اه والله ضرب عنده ايه في السبينال كورد هيحصل له امبليجيا هنا والديب سنسيشن هنا بس السوبرفيشال فين؟ فهمتوها جت ازاي ولا لا؟ سهله والله. يعني كلكم فاهمين؟ طب بص لو انا جيت ضربت هنا في الحته دي في المكان ده كله كنترول صح كله كنترول. لو ضربت هنا وهنا وهنا سهله والله سهله. انا مش عايز دلوقتي الكلام ده هاخده كده في يوم لوحده نقعد نطلع بقى الليفل احنا فين احنا مكاننا فين احنا بنعمل ايه. ها احنا خلصنا حاجه كده اسمها ايه؟ ها البارامتر اللي هو الموتور والثلاثه تراكس بتوع الايه؟ ها بتوع السنسيشنز ها والكلام ده جاي. اخر حاجه معانا بقى اخر حاجه معانا بس انا عايز اصبرها كلها. خلصتوا؟ يلا خلاص. بص يا دكتور هنتكلم على الاوبتيك على الاوبتيك نيرف من الحاجات المهمه. هنتكلم على مش الاوبتيك نيرف هنتكلم على هنتكلم على الفيجوال باثوي. هنتكلم على الفيجوال باثوي. الفيجوال باثوي بيمشي ازاي؟ ركزوا في الرسمه دي. فوق الرسمه هتبقى ماشيه بص يا دكتور من انتيريور لبوستيريور. ما هو العين قدام والاوكسيبتال كورتكس. فالمنظر انا هجيبه كده من فوق فاني شايف على العين وراجع للكورتكس. ادي العين اليمين اهي. طالع منها الاوبتيك نيرف. ركزوا عشان انتوا ساقطين رمل ركزوا. ها ايوه انا عارف. ها ودي العين الشمال. ودي العين الشمال دي العين اليمين والعين الشمال وده اوبتيك نيرف يمين واوبتيك نيرف شمال. بيتجمعوا في حاجه اسمها اوبتيك كازما يحصل دي كاستيشن. ثم يتكون اوبتيك تراكت يمين واوبتيك تراكت شمال. حلو كده؟ في مشكله في الكلمتين دول؟ هنا كده في الانترنال كبسول فاكرينه؟ الحمد لله. وهنا في الاوكسيبتال كورتكس اللي هي 17 18 19. الحته دي الجزء ده من الريتنا تمبورال. تمبورال اسمها تمبورال. شايف النيزل فيلد. والجزء ده؟ الجزء ده؟ نيزل. شايف؟ تمبورال. والناحيه الثانيه بالمثل. ها يعني الحته دي؟ شايفه؟ والحته دي؟ يبقى شايفه؟ حلو؟ الحمراء دي التمبورال، ركزوا عشان هتتلخبط. غصبا عنك. الريتيشن في 44 صح؟ بص يا دكتور. التمبورال فايبرز تفضل نازله في ناحيتك. حلو كده؟ وبعدين ما تعديش ولا حاجه، تكمل هنا. يعني نزلت في النيرف ونزلت في التراكت في نفس الناحيه. صح؟ النيزل اللي هي شايفه التمبورال تيجي هنا كده 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 وتعدي للتراكت الثاني. طقم طقم في ايه؟ وانا عملت ايه دلوقتي؟ ايه اللي ده؟ ما انا ماشي بالراحه اهو. ده ايه؟ اللي هو شايف مين؟ فضلت ماشيه في النيرف وده اسمه نيرف وده اسمه تراكت. ده اوبتيك نيرف وده اسمه اوبتيك تراكت. مش قلت لكم ساقطين رمل؟ والله ما انتوا عارفين الفرق بين النيرف والتراكت. يلا يا فاشل انت وهو هي. ده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ ايه اللي حصل؟ الفايبر دي اسمها ايه؟ شايفه ايه؟ نزلت فين؟ في النيرف ثم في التراكت في نفس الناحيه، كويس؟ بينما النيزل فايبرز اللي شايفه التمبرال بتعدي في الاوبتيك كلازما للتراكت اللي في الناحيه الثانيه وبالمثل. يلا ده مين؟ تمبرال اللي شايف النيزل فضل نازل في ناحيته. حلو كده؟ وهنا
الميزه اللي كانت عملت ايه؟ دي كاستيشن عدت في حاجه اسمها اوبتيك ازمه. يبقى احنا وصلنا لحاجتين، انا عندي اوبتيك تراك يمين واوبتيك تراك شمال، حلو كده؟ حصل ان هنا في حاجه اسمها لاترال جينيكليب بودي تعمل فيها ريلي، لما تعمل فيها ريلي تطلع منها اوبتيك راديشن. الاوبتيك راديشن دي تمشي في البوستيريور لامب اوف بتعمل الكبسول، وبعدين تروح معديه كده من الحاجه اسمها التمبرال والبرايتال، البرايتال والتمبرال، لغايه لما توصل لاريا 17 فتبدا انت تشوف. يبقى الباث واي بتاعك ماشي ازاي؟ الريسبتورز موجوده فين؟ في الريتنا، الروتس والفونز. ها التمبرال فين بيشوف النيزل، والنيزل بيشوف التمبرال، وبعدين يتجمعوا هما الاثنين العين الواحده. ها في حاجه اسمها اوبتيك نيرف. في الاوبتيك كيازما النيزل فايبرز بتعمل ديكاسيشن. الاوبتيك تراكت الواحد يحتوي على حاجتين، يحتوي على التمبرال فايبرز في نفس العين والنيزل فايبرز اللي في الناحيه الثانيه. على فكره هي مش هتلف ولا حاجه، الموضوع سهل جدا. وصلنا لحاجه اسمها لاترال جينيكيلويد بودي، ومن هذا اللاترال جينيكيلويد بودي طلع اوبتيك راديشن عدت في البوستيريور لمب وفي الانترنال كبسول. فاكرينهم؟ بوستيريور لمب وفي الانترنال كبسول، وبعدين راحت نازله لغايه لما توصل، راحت واصله لورا لغايه لما توصل لاريا اسمها 17. في مشكله؟ طيب ببساطه شديده جدا، لو انا عملت ليجن هنا هيبقى ليجن ده في الايه؟ في النيرف. ايه اللي هيحصل في العين دي؟ مش دي كده؟ دي العين اليمين ودي العين الشمال، يبقى يحصل ايبسي لاترال بلايندنس ويحصل اوبتيك اتروفي. مش هيشوف، هتبدا العين تلعب والعين تبدا تطمر، ما هو مش شايف بيها بس العين كلها. يعني لو حبيت ارسمه ادي عين وادي عين، الاقي دي كده ضايعه صح، لكن دي مشكله. وكل الكلام ده يتطبق هنا او هنا، وانا بتكلم على مستوى الايه؟ وده ابر موتر ولا لور موتر؟ شاطر يا دكتور، حسبي الله ونعم الوكيل. هو فين البطل اصلا؟ هو فين مجدي؟ مش عارف حاجه. طيب كويس، على فكره مش وقته خالص والله. بص يا دكتور، الحته دي اسمها اوبتيك كلازما، الحته دي اسمها ايه اللي حصل فيه؟ دي كاستيشن لمين؟ للنزل فايبرز اللي هي بتشوف. طيب ادي العينتين اهو، النزل فايبرز ممكن نمشي معاها بدي النزل هي جايه من هنا، كان شايفه كده ودي شايفه كده، اصبح العيان مش شايف الجنب ده، مش شايف جنب اللي ورايا، شايفين حاجه؟ ها دكاتره قريبين اصلا، ضربت انا هنا دي شايفه كده، ها ودي شايفه كده، لما اضرب هنا مش هشوف الجنبين دول على ناحيتين، يبقى اسمها باي تمبرال هيميانوبيا. اسمها ايه؟ باي تمبرال. صح ولا اللي جاي ده؟ انت بتنام يا دكتور؟ خلاص انت نايم؟ اه؟ طيب بص يا دكتور، ضربنا اللي يحصل ايه؟ باي تمبرال فيها مشكله، حد مش فاهم؟ والله فاهمين؟ غريب. طب بص لو جيت ضربت هنا ليش ده في حته اسمها ايه؟ اوبتيك تراكت. انا باصص كده، دي العين الشمال، ده اوبتيك تراكت ليه؟ الشمال. نمشي معايا، ادي الفيلد اهو بالهداوه بالهداوه، معدي فيه التمبرال فايبرز بتاعت نفس العين اللي ما بيشوفش الحته دي، يبقى هو مش شايف الحته دي صح؟ ومعدي هنا النيزل اللي هي شايفه الحته دي، يبقى مش شايف كمان الحته دي صح ولا لا؟ بص يا دكتور، مش الاثنين النصين اللي بيشوفهم في نفس الناحيه دي كلمه هومورمس. بس خد بالك، انا ضربت الشمال حصل مشكله في الفيلد اليمين، يبقى كونترا لاترال هومونوموس هيميانوبيا. فهمتوا حاجه؟ اقول لكم حاجه حلوه؟ اقول لكم حاجه حلوه؟ من اول الاوبتيك تراكت لغايه الاوكسيبيتال كورتكس المحصله واحده كونترا لاترال هومونوموس هيميانوبيا. في اخر الجزء الاول، في اخر الجزء الاول قلت لكم لو ضرب الاوكسيبيتال كورتكس يحصل كونترا لاترال هومونوموس. طيب بدل اللي بقوله، طب لو ضرب الانترنال كبسول بس خلاص، يبقى لو كنا على مستوى الاوبتيك نيرف امسي لاترال اوبتيك اتروفي، لو كنا على مستوى الاوبتيك كازما باي تمبرال هيمي اللي معدي النيزل دي كاسيشن. على مستوى التراكت فما بعده، على مستوى التراكت فما بعده كونترا لاترال هومونوموس هيمي انوبيا، ونفضل ماشيين كده لغايه النهايه.
لو جينا على مستوى الكورتكس كونترالاترال هو مصيبه الانوبيا ولو كان السبب فاسكولار ويز مايكرو ريسبيري اتفهمت والله سهله انتوا انتوا فاهمين انتوا اللي بتقولوا حلو كده بص يا دكتور انتوا اللي قلت بص يا دكتور ده دي العين اهي الشمال تاني وادي الاوبتيك نيرف تاني ودي عين تانية اهي وادي الاوبتيك نيرف على فكره نفس العين بس ما اتلخبطش يعني ماشي ها وهنا في الانترنال كبسول وهنا في الاوكسيبيتال كورتكس ودي اللاترال جينيكليب بودي وهنا في حاجه اسمها البرين ستيم ودي السنترال كانال بتاعته باللون الاحمر ده انا هعمل الباث واي لا ركزوا انا مش همسح الصفاره ركزوا بس ركزوا صبروا معانا انا دلوقتي هعمل الباث واي بتاع اللايت ريفلكس في حاجه اسمها لايت ريفلكس اللايت ريفلكس ده رايح في 2 وراجع في 3 يعني ايه لايت ريفلكس لو انا دلوقتي عملت عندي اضاءه هاديه فاصبحت البيوبل بتاعتي واسعه شويه اروح انا جاي ايه فاصل عينتين عن بعض كده عامل كده واروح مسلط الترش على عينه اسلط الترش بقوه لما اسلط الترش على عيني هيحصل مايوزس في العين دي دايركت والناحيه الثانيه اندايركت او كونسنسوال هفهم حاجه انا عايز دلوقتي ارسم الباث واي ازاي حصل حاجه زي كده انا سلطت الاضاءه هنا حلو كده فالاضاءه مشت كده ما وصلتش لللاترال جينيكليب قبل ما توصله راح تدخل على الريستم عملت ريليف في حاجه اسمها بريتكتال نيوكليس وطلع منها تو فايبرز يمين وشمال عدوا من حوالين السنترال كانال ايكوداكت اوف سيرفيس وراحوا شغلوا الدنجر وستيبال نيوكليس بتاعه الاوكيولو موتور يمين وشمال سيبك من الاسماء اللي انا قلتها بس ركز ها الاضاءه مشيت كده قبل اللاترال جينيكليب بودي عملت ايه دخلت لجوه لما دخلت لجوه وسط للانتجر واستفال بتاعت الاوكيولو موتور اليمين والشمال ده بيفسر حاجه هو مسلط الاضاءه فين على عين واحده بس حصل ريسبونس فين لان انا شغلت الضوء ايه ما هو ده كده 3 شمال وده 3 يمين فالعين هيحصل فيها فهمتوا حاجه ده اسمه ايه ده اسمه ايه هذا اللايت ريفلكس معتمد على مين ان هو رايح في 2 وراجع عشان كده باللغه الدارجه بلغه الكلينيكال ده رايح في 2 رايح في الاوبتيك وراجع في 3 راجع في الاوكيولو موتور الافرنت اوبتيك والافرنت بتاعنا اوكيولو موتور ايش طول ايه هذا اسمه ايه لايت ريفلكس اسمه ايه عندي سؤال عندي سؤال واحد عنده ليجن فهذا الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف ده مضروب وانا جيت ها هو عنده هنا ابس لاترال بلايندنس اوبتيك اتروفي فانا جيت سلطت الاضاءه كده صلطت الإضاءة مش هيديني ريسبونس ليه؟ ما هو ده الأفرنت بتاعنا مش شغال فمش هيديني أي ريسبونس فهمتوا حاجة؟ ولا هيديني هنا ولا هنا مش هو بيوصل من ده عشان يرد على ناحيتين؟ ما أنا قطعت يا ابني هنا أصلا فمش هيوصل سهلة؟ بس لو صلطت الإضاءة على الناحية التانية هيشترك هنا وهيشتغل هنا أبو عزيز صح ولا إيه؟ مظبوط يا ولاد ولا إيه؟ فيها مشكلة؟ سهلة والله خلاص لما بيحصل اوبتيك نيرف ليجن المرض اسمه ايه اسمه ابسيلاترال اوبتيك اتروفي وذ لوس اوف لايت ريفلكس اون اكسبوجر اوف افكتد اي تو لايت ورقه ثاني طالما ضربت الاوبتيك نيرف هيحصل ايه ابسيلاترال اوبتيك اللي هي بلايندنس يعني ابسيلاترال اوبتيك لا ابسيلاترال اوبتيك اتروفي حلو كده ولما سلط الاضاءه لما صلت الإضاءة هيحصل إيه؟ يحصل إيه؟ هيحصل لوس أوف إيه؟ ها لوس أوف لايت ريفلكس فين؟ ها يعني هنا في العين دي وفي العين دي مش هيحصل حاجة لأن أصلا الإشارة كانت رايحة فين؟ ها كانت رايحة في الأوبتيك الإشارة رايحة فين؟ مفهوم ولا لا؟ خلصت؟ رجع في الأوكيولو موتور مش هو رايح في 2 وراجع في 3 إحنا بننام إحنا بنفصل طب يلا بصوا ها مش هو رايح في 2 وراجع في 3 يا ولاد ولا إيه؟ بص الحته دي طيب بص الجزئيه دي بص الحته دي لو انا يا رب نفهم يا رب لو انا عملت ليجن هنا ده اسمه ايه ده اوبتيك تراك ده اسمه ايه اللي هيحصل كفيلد يعني كونترا لاترال بوبوس اضمع فيكم شويه حته عايز ذكاء فانا خايف بصراحه انا دلوقتي عندي ايه انا ضربت هنا فانا مش شايف الحتتين دول اكبر الله يجزاك شغال
زي مش شغال. بص يا باشمهندس، بص يا معلم الدوار، بص يا قفص الدوار، هي لما صلت الاضاءه كده هنا مش الحته دي بيشوف بيها هتدي ريسبونس، لما اجيبها من هنا مش هتدي ريسبونس على حسب الحته. انا دلوقتي لما بجيب بفصل كده بجيب التورش بتاعي كده وامشيه كده، امشيه كده، ركز معايا، الحته اللي بيشوف بيها لو تعرضت للاضاءه هيدي ريسبونس، الحته اللي ما بيشوفش بيها لو تعرضت للاضاءه مش هيدي ريسبونس، والكلام منطقي كمان مره. انا لما ضربت الاوبتيك نيرف شخصيا خلاص لما صارت الاضاءه هنا مش عارفه ليه توصل، طب الاوبتيك نيرف سليم ووصل لشارع لاي ثاني يا ولاد، وصل لاي ثاني، وصل لغايه هذا المكان. طب في هذا المكان مش هو ده في الناحيه الشمال، هو مش شايف النصين اليمين دول؟ هو مش شايف هنا، فلما صارت الاضاءه في الحته اللي بيشوف بيها هتمشي الاشاره، لكن لما جيبها في حته مش بتشوف مش عارفه تمشي اصلا، يبقى كل ان تسلط الاضاءه فين. عشان كده اللايت ريفلكس كلاسيكال يمشي ازاي كده، يعني باجي منين؟ من بره اقل جوه، لغايه دلوقتي كويس. طيب انا يعني بجد على المستوى العالي ده يكفيني. لو عايزين بقى شويه ايه، شويه تكات كده، شويه تفاصيل، الليجن في الفيجوال باثوي قد يكون على مستوى الاوبتيك نيرف، قد يكون على مستوى الاوبتيك كيازما، قد يكون على مستوى الاوبتيك تراك، قد يكون على مستوى الانترنال كبسول، قد يكون على مستوى حاجه اسمها راديشن ابر ولور اوبتيك راديشن. ده اللي عايزين نعرفه دلوقتي. اول حاجه نخلص منها، مش هجيب سيرتها تاني خلاص، لو اتضرب الاوبتيك نيرف امس لا الاوبتيك اتروفي، ولما سلط الاضاءه هنا بفقد الدايركت والكونسنسوال، لان انا مسلط على عيني اللي ما بيشوفش بيها. حلو الكلام؟ هقف وقفه كده مع حاجه اسمها اوبتيك كيازما. هنا يا ولاد في المكان ده كده في الحته الصغيره دي في البيتيوتري، هي البيتيوتري قدامها الاوبتيك كيازما، لما يحصل بيتيوتري تيومر يعمل انفيجن ويدمر الاوبتيك كيازما، واحنا اتفقنا لما تتدمر كلها ما يشوفش ايه؟ يبقى اسمها ماي تمبورال. فيها مشكله؟ بس هم قالوا لنا حاجه، لو ضربناها من تحت مش هيشوف الحته اللي فوق، لو ضربناها من فوق مش هيشوف الحته اللي تحت، على اساس ان الحته دي من عيني اولاد بتشوف الجزء اللي فوق والحته دي بتشوف الجزء. تقول لي مش فاهمين اي حاجه، اقول لك بص يا دكتور، بص يا دكتور، لو انا جيت عملت ليجن في الاوبتيك كيازما من تحت كده ضربتها في المكان ده، ها العيان ده هيحصل له ايه؟ هتلاقي عينه كده اهي، ادي عين اهي وادي عين اهي، انا ضربتها من تحت هتلاقي مش شايف الربع ده ومش شايف الربع ده. تقول لي يا نهار اسود، ده انا كان عملت نص باي تمبرال ليميا روبي، اسميها ايه؟ اسميها ابر كوادرنتك باي تمبرال ليميا روبي. هي ابر ليه؟ عشان ضربت مين؟ من تحت، وتحت ده بيشوف الجزء، يبقى ابر كوادرنتك باي تمبرال ليميا روبي. طب بص يا دكتور، انا كده ضربت من هنا، هو مش هيشوف ايه؟ شاور لي يعني احط فين؟ هنا؟ انا هنا وصفها لي لور كوادرنت باي تمبرال. طب ضربتها كلها اجمع لي دول بقت باي تمبرال سهل. تاني حاله احنا قلنا اول حاله اوبتيك نيرف، تاني حاله اوبتيك كيازما، لو ضربت الاوبتيك كيازما كلها، لو ضربت كلها هيبقى عندي باي تمبرال هيبقى روبي، لو ضربت من فوق لور، لو ضربت من تحت. بس خلاص دي الفكره، خلصت خلصت. اطمن اطمن مش هرجع لها تاني. طيب لو ضربت الاوبتيك تراكت كنت على الروبوتس واللايت ريفلكس على حسب، لو سلطت الاضاءه للسينج اي للناحيه اللي بشوف فيها هتدي ريسبونس، الناحيه اللي مش بشوف فيها مش هتدي ريسبونس، فيها اي مشكله؟ طيب طلعت ده الكورتكس، حلو مش ده الكورتكس؟ مش دي شرحناها من شويه؟ بتمشي ايه بقى؟ ما تمشي كده، هي مشيت كده، تتقسم الفايبرز الابر اوبتيك راديشن واللور اوبتيك راديشن عشان يوصلوا في الاخر اللي هي 17 و18 و19. يعني هي جايه كده انترنال كبسول عدت كده اتفصلت، عملت حاجه اسمها ايه؟ ابر اوبتيك راديشن، وحاجه اسمها الابر بتشوف الحته اللي تحت واللور بتشوف الحته. بس عايز اقول لك حاجه، هو انا من اول هنا وانا نازل مش اسمها كونترا لاترال هومولوماس سيمي انوبيا؟ ازود كلمه، لما اقول هنا هتبقى كوادرنتك بس لور، ولما اقول هنا هتبقى كوادرنتك بس. انا عايز ارسمها، انا عملت ليجن في الحته دي في المكان ده، عملت ليجن في البرايتال لوب، قطعت البلاس والله بتاع البرايتال لوب، يبقى انا مشكلتي ارجع يا دكتور مش كله كونترا لاترال هومولوماس سيمي انوبيا، بس عشان انا ضربت الجزء اللي فوق يبقى الخلل عندي في الحته اللي تحت.
يبقى مش شايف الربعين دول. تقول لي اسميها ايه دي بقى؟ كونترا لاترال لور كوادرنتك هومور مسيبي اوي. فيها حاجه والله سهله، انا مش هقول اللي جاي. ضربنا التمبرال لوب، مين اللي ضرب؟ الابر. يبقى انا عندي مشكلتي فين؟ في الابر اهو اهو كده. يعني كان عندي ايه؟ ها؟ كونترا لاترال ها؟ ابر كوادرنتك هومور مسيبي اوي. طب لو انا ضربت الاثنين على بعض كونترا لاترال، لو ضربت هنا كونترا لاترال هومومس، لو ضربت الانتيتال كبسول كونترا لاترال هومومس هيمي انوبي. عندي سؤال اقسم بالله لو ما جاوبته هتهزقه واحد واحد وهقفلكم لغايه الاسبوع اللي جاي. اقسم بالله هتهزق. لو واحد عنده ليجن من هنا وانت نازل اخبار اللايت ريفلكس ايه؟ شاطر اسمع يا دكتور رد عليا اخبار اللايت ريفلكس ايه؟ بريزنت سليم ليه؟ ليه مواصل وعدى من عدى من بدري. انا لو عملت ليجن هنا هنا خلاص هو كان عدى يا باشا. فهمتوا حاجه ولا لا؟ يبقى اي حاجه من اللاترال جينيكولوجي بودي وانت نازل انا ما عنديش مشكله في هذا اللايت ريفلكس. ممكن نقولها اخر مره؟ يلا انا والله خلصت. قولوا مره عشان تمشوا، لو عايزين تمشوا ينفع. انا مش هسيب ولا حاجه، انا اصلا الفاميلي داي وانا ضحيت بيه خلاص. اوكي؟ ركزوا معايا بقى. نعم؟ لو انا ضربت الاوبتيك نيرف وانا بضحك من ابوك يعني بالنسبه لي لو ضربت الاوبتيك نيرف يفوت الكوبي بس امسح الاترو اوبتيك اترو ها ولما سلط الاضاءه مش هيبقى ريسبونس لا دايركت ولا اندايركت. فيها مشكله لو عملت ليجن في الاوبتيك عزمه كلها باي تمبرال ليمي انوبيا باي تمبرال ليمي انوبيا. ها لو ضربت من فوق ليجن جاي من فوق لور كوادرنت باي تمبرال ليمي انوبيا. لو ضربت من تحت افضل كوادرنت باي تمبرال ليمي انوبيا. في مشكله لو ضربت الاوبتيك تراكت فما تحته كونترا لاترال هومورومس سيمي انوبيا. نمسك الاوبتيك تراكت دلوقتي لو ضربت الاوبتيك تراكت يحصل كونترا لاترال هومورومس سيمي انوبيا ولا ما سلط اللايت؟ على حسب على حسب. لو سلطته على الحته اللي بيشوف بيها هيدي ريسبونس، الحته اللي ما بيشوفش بيها مش هيدي ريسبونس. طيب لو ضربت الانترنال كبسول كونترا لاترال هومورومس سيمي انوبيا واللايت ريفلكس سليم. لو ضربت الاوبتيك راديشن دي معديه فين؟ ابر ولور. الابر معديه في البرايتر واللور معديه في التمبرال. لو ضربت البرايتر كونترا لاترال ها لور كوادرنتك هومورومس سيمي انوبي. لو ضربت اللور كونترا لاترال ابر كوادرنتك هومورومس. لو ضربت الريسبتال كورتكس كونترا لاترال هومورومس. يحصل ميكرو ريسبيري اخر مره لو ضربت الاوبتيك كده بجد والله والله عشان تروحوا ما تذاكروهاش بجد والله يا ولاد. لا يا ولاد ايه؟ ايه في اللاترال؟ بلايندنس وورتك اتروفي ولايت ريفلكس. طالما ظبطت الدايركت على حسب الدايركت ولا الدايركت. حلو؟ الاوبتيك كيازما لو ضربت كلها. باي تمبرال ليمي انوبيا ضربتها من فوق. لور كوادرنتك ضربتها من تحت. باي تمبرال ليمي انوبيا. حلو كده؟ الاوبتيك تراكت. كونترا لاترال هومورومس سيمي انوبيا ولايت ريفلكس. على حسب الحته اللي بيشوف بيها هتدي ريسبونس اللي ما بيشوفش. طيب لو عندي ليجن في الانترنال كبسول كونترا لاترال هومورومس ولايت ريفلكس نورمال. لايت ريفلكس نورمال. لو ضربت الابر اوبتيك راديشن في البرايتر لوب كونترا لاترال لور كوادرنت هومورومس. لو ضربت اللور اللي هي معديه في التمبرال كونترا لاترال ابر كوادرنت هومورومس سيمي. ضربت الاوكسيبتال كورتكس كونترا لاترال هومورومس سيمي. ولو كانت فاسكولار والله فاهمين؟ فاهمين بجد؟ قول لي يا دكتور قول لي قول لي لو جه ليجن في الاوبتيك كازما من تحت وانا احمد لو جه ليجن في الاوبتيك كازما من تحت ممتاز. قول يا مجدي لو ضربت لو ضربت الابر اوبتيك راديشن في البرايتال لوب هتبقى لور كوادرنت كونتر لاترا هومورومس. ما هي دي السهله
انا هقول انت ثلاث كده لما يكون الليجا من فوق انت بقى هو اللي هو الليجا من تحت هو الاوفر. واقول الكلمه العامه بص يا لما كل وقت بتكلم في الاوبتيك كاز وجاي باي تمره ليه قالوا لو فوق بزود كلمه اللي هو الكوادرنت لو من تحت اوفر كوادر واقول الكلمه هي هي فاهمني ولا لا؟ مش احنا قلنا كونترولاترال هرمون مصيني قالوا بيعمل اي حاجه بعد كده خلاص انت لما اقول لك اوفر اوبتيك راديشن قول لي لوور كوادرنت قول لي كونترولاترال هرمون مصيني قالوا بيعمل فهمتوني ولا لا؟ سهله ولا ايه؟ سهله؟ طيب في يوم من الايام هناخد حاجه اسمها ايه؟ بارايتال لوتيومرز. اقول لك فاكر اريا 1 2 3 لا اريا 37 اريا 39 الابر اوبتيك راديشن فهمتوا حاجه؟ هو ده نيورولوجي كده عشان كده دي بيزكس. عايز اقول لكم حاجه بس وعدوني المحاضره اللي هتذاكر النهارده وهتذاكر يوم الخميس اللي جاي تذاكر النهارده الفم ده للناس الكبار انتوا لا انتوا ما عندكوش فم ده فم ده ايه؟ عندكم كل يوم صيام عاديه انا مش عايز بقى فم ده انا فم ده ايه؟ دكتور الكلام ده يذاكر النهارده ويتراجع تاني يوم الخميس هتحس ان النيورولوجي حلو على فكره احنا عملنا شغل حلو احنا خدنا حاجات حلوه تخلصوا منها يعني احنا انجزنا فتخلصوا اللي تذاكره وتفهمه اخلص منه انتوا الفكره اسبوع لبكره اللي بعد بكره طبعا هذاكرها يوم الخميس ان شاء الله عشان نروح يوم الجمعه فاهم هتقرر تسمع المحاضره تاني فهمتوني ولا لا ملوش لازمه بقى فحاول تخلص كده اول باول صدقوني النهارده ساعه مذاكره الضمير تخلص الكلام ده والله ساعه الضمير يا ولاد ساعه الضمير ساعه مش هناخد منك اكتر من كده لو قعدت ذاكرتها النهارده اوكي يلا اشوفكم على خير.